مساكم خير وسعادة مشاهدينا، ويا أهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مساء الإمارات. وقبل ما نبدأ أكيد أمسي على زميلي عبد الله. مساء الخير. الله بالخير عبير، ربي يحفظك يا رب إن شاء الله. مساكم الخير مشاهدينا، أمسي عليكم طبعا. ومثل نحن ما عودناكم يوميا عندنا مواضيع متنوعة وغنية. أول مواضيعنا راح بنتكلم فيها إن شاء الله حول أهمية القرار اللي أصدره سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وهو مرسوم بإنشاء مكتب شؤون المواطنين والمجتمع. أكيد عبد الله. وموضوعنا الثاني اليوم إن شاء الله راح نناقشه حول علاقة صوت الفرد بشخصيته. موضوع مهم عاد، هاي بنكتشف اشياء جديده في هذا الموضوع اكيد يعني طبعا. يعني صوت الانسان هو الباب اللي يفتحه للاخرين. حاسين صوت قوي ولكن يطلع ضعيف ولا العكس يكون. ايضا مشاهدينا عندنا موضوع اخر يناسب هذه المواسم الحاليه، هو حول موضه صيف 2022 واللي يتكلم عن الديكور للمنازل. جميل، هاي احلى فقره يعني. هاي فقرتك نهايتها مسك. طبعا البداية ويا مواضيعنا المحلية، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما بقانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة. نص المرسوم رقم 2 لسنة 2022 على أن ينشأ في ديوان الرئاسة مكتب يسمى مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، أيضا الأهلية القانونية للتصرف، ويتبع الوزير. كما نص المرسوم على أن يكون المقر الرئيس لهذا المكتب في إمارة أبو ظبي، كما يجوز أيضا بقرار من الوزير إنشاء فروع له داخل الدولة أو خارجها. اليوم نتحدث عن أهمية هذا القرار، وبيكون معنا ضيفنا عبر الهاتف الدكتور سيف المحروقي الكاتب والأكاديمي. حياك الله أستاذي. مرحبا وسهلا بكم. يا هلا ومرحبا بك، حياكم الله. حياكم الله، يا اهلا وسهلا بكم. يا حيبه وسهلا يا دكتور. حياكم الله. يعني هذا القرار ياتي الان ايضا تزامنا مع كلمه سيدي البارحه، ونحن نعلم ان الكثير قادم باذن الله من جود سيدي صاحب السمو رئيس الدوله. فبدايه نتحدث حول اهميه هذا القرار. نعم، بداية أشكركم على الاستضافة في قناة الظفرة. وأما عن سؤالكم حقيقة حول أهمية القرار، فتكمن أهميته بالدرجة الأولى أنه يصدر عن رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، حيث كما أشرتم صدر المرسوم الاتحادي بإنشاء مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، ويتمتع هذا المكتب بالشخصيه الاعتباريه والاستقلاليه او الاستقلال المالي والاهليه القانونيه للتصرف. وهذا المرسوم في الحقيقه يعكس يعني حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدوله حفظه الله على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن. نعم. وايضا يجسد تلك اللحمه الكبيره بين الشعب والقياده. نعم. كما ان هذا القرار ايضا يبين بشكل جلي حرص رئيس الدوله الشيخ محمد بن زايد حفظه الله على متابعه شؤون المواطنين شخصيا وبشكل مباشر، الوقوف على متابعة وتنفيذ جميع المبادرات التي من شأنها في الحقيقة أن تخدم المواطن وتقدم له الحياة الكريمة. صحيح. نعم. نعم. طبعا. المرسوم يعني دكتور حدد المرسوم الاختصاصات اللي سيباشرها المكتب، مثل دراسة وتطوير وإدارة ومتابعة وتنفيذ كل ما له صلة بشؤون المواطنين والمجتمع في الدولة مباشرة، بالتنسيق طبعا مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة المواضيع الاجتماعية والخدمية. فكيف تقرؤون كل هذه الاختصاصات؟ حقيقة نحن لو وقفنا على جملة هذه الاختصاصات التي أشرت إليها في الحقيقة هي جميعها تصب في ضمان توفير الحياة الكريمة والهانئة للمواطنين وللمجتمع، فقد جاءت هذه الاختصاصات لتعطي في الحقيقة مساحة واسعة لمكتب شؤون المواطنين والمجتمع لضمان توفير جميع سبل الحياة الكريمة في كافة المجالات، حيث تتضافر جميع الجهود في سبيل تنفيذ سياسة هذا المكتب من خلال طبعا التنسيق بين الجهات ذات الاختصاص على مستوى إمارات الدولة. وايضا في الحقيقه انا اود ان اقف قليل لو سمحتم لي. تفضل. وردت عباره تعزيز السلوكيات الايجابيه في المجتمع. جميل. في الحقيقه هذه العباره يعني نقف طويلا عندها. لماذا؟ لقد اكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدوله حفظه الله دائما كان يؤكد وما زال يؤكد على اهميه المحافظه على تاريخنا وموروثنا الثقافي وهويتنا، وهذه في الحقيقه هي التي تبني علاقتنا مع الاخرين، تلك العلاقة القائمة على الاحترام المتبادل وتعزيز قيم التسامح والبذل والعطاء. لذلك في الحقيقة احنا لما ننظر الى المكتب، هذا مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، حتى كلمة المجتمع نفسها في الحقيقة يعني تشمل جميع مكونات هذا المجتمع الذي يضم أكثر من 200 جنسية في دولة الإمارات. أكيد دكتور. دكتور سيف، الآن تأتي هذه المبادرة أيضا بعد مبادرات عدة أصدرها مؤخرا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. لو بنتحدث عن أهمية هذه المبادرات بشكل يعني مستقل شوية ومع استقرار الاقتصادي للأسرة الإماراتية وسعادتها. نعم، احنا في الحقيقه الان يعني هذه ليست المبادره الاولى في الحقيقه، يعني نحن عرفنا الشيخ محمد بن زايد حفظه الله عن قرب يوم منذ ان كان وليا للعهد، ولا احد ينسى يعني ما مر به العالم كله من جائحه كورونا في الحقيقه، والكلمه التي قالها الشيخ محمد لا تشيلون هم. فعلا نحن لما نقارن انفسنا في دوله الامارات بما حل بالشعوب الاخرى وبما عانوا، في الحقيقه نحن بنعمه وامان وخير. لماذا؟ لأن لدينا قيادة حقيقة قيادة رشيدة، وهذه القيادة هي وحدة واحدة متكاملة بإماراتها السبع. احنا لما نرى الآن الشيخ محمد الله يحفظه الآن عرفناه ولي العهد، والآن هو ماذا؟ هو رئيس للدولة. نعم. فليس جديد عهد بنا ولسنا جديدي عهد. الشيخ محمد في الحقيقة سعى ويسعى دوما إلى تحقيق الحياة الكريمة والهانئة للمواطنين وكذلك للمقيمين. استمعنا كلنا بشغف كبير واهتمام أيضا لكلمته التي وجهها للمواطنين والمقيمين. أثنى كثيرا أولا في بادئ الأمر على المواطنين وأننا نحن محظوظون بهذا الشعب، ثم أيضا تحدث أيضا عن أخواننا المقيمين الذين هم في الحقيقة جزء من عملية التنمية الشاملة في جميع جوانبها. فالشيخ محمد الله يحفظه يعني يولي اهتماما كبيرا برفاهية المواطن، وهذا المواطن في الحقيقه هو الان ينعم في الوقت الحالي ينعم بهذه الرفاهيه، ولكن كما يعني قال الشيخ محمد يعني جعلنا من اولويات هذه القياده سعاده هذا المواطن. وتتوالى المبادره تلو المبادره لارتقاء بشعب الامارات، وانتم كما تعلمون جميعا في مؤشرات السعاده العالميه التي نطلع عليها جميعا، في الحقيقه شعب الامارات حقق مستويات عالية جدا من حيث الرفاه وأسعد شعب في العالم. نعم. الدكتور سيف المحروقي الكاتب والأكاديمي، كل الشكر لك وما قصرت. الله يحييكم، مرحبا وسهلا بكم جميعا. يعطيك العافية دكتور. دكتور طبعا أكيد كل الشكر. والمبادرات طبعا يعني نحن بانتظار كثير من المبادرات، وسيدي المبادرات ليست اليوم فقط. صحيح. وإنما هي ممتدة. نعم. ولكن أيضا هنا توجيه وإنشاء جمعيات وإنشاء مراكز لدعم هذه المبادرات، والتأكيد على أن هذه المبادرات ليست وليدة اللحظة، وإنما هي لابد أن تمتد وتستمر لتوفير الأمن والأمان والاستقرار في دولة الإمارات. أكيد عبد الله، ويعني وحرص سموه على أحوال المواطنين هو ليس بجديد. نعم. يعني الحمد لله. الله يحفظه يا رب. نعم. إن شاء الله يا رب. مشاهدينا طبعا حياتي. بعد هذه المبادرة نحن نأخذ فاصل ونعود إليكم. مستمرين مشاهدينا في إطار مواضيعنا المحلية، حيث ما زالت الأصداء الإيجابية تتوالى منذ الإعلان عن إقرار إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة، والتي اتخذ يعني في الأسبوع الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر الوطن في العاصمة أبو ظبي. وبحسب القرار الإجازة تبلغ عاما كاملا بنصف الراتب مع حفاظ الموظف على وظيفته، ولكن طبعا هناك يعني ضوابط وشروط لمنح هذه الإجازة. خلينا نشوف وياكم هذا التقرير. مشاهدينا طبعا للحديث عن هذا القرار معنا في الاستوديو ضيفنا الاستاذ خليل العيلي مستشار اعلامي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. الله يحفظك. الله يحفظك. الحمد لله بخير وعافيه. يعني نحن اليوم نتكلم عن موضوع ضمن مبادرات كثيره تحدث في دوله الامارات، وحث شديد على ادراج المواطن وايضا التوطين في عمليات ايضا المشاريع التي تمس الدوله وتتعامل مع الحكومه، فاهميه مثل هذا القرار في هذا التوقيت بالذات. بسم الله الرحمن الرحيم. إتي الأهمية من ناحيتي أنا وعاملين الاثنين، العام الأول هو نهاية جائحة كورونا. نعم. فترة كانت قاسية، كانت آثار اقتصادية على كل الدول تقريبا كتوقيت، لاحظ أن الوقت هذا آثار مثل ما تقول إلى زوال آثار اقتصادية من ناحية. نعم. ومن ناحية ثانية الدولة وضعت خطة اقتصادية للتعافي من تداعيات جائحة كورونا. جميل. الخطة هاي تقريبا فيها 33 مبادرة بالشراكة ما بين الجهات الاتحادية والمحلية. من ضمن هذه المبادرات هي هذا التوقيت. جميل. أيضا لاحظ في الاجتماع مجلس الوزراء في قبل أسبوع تقريبا كان يشمل حزمة، أنا أقدر أسميه الاجتماع كان اجتماع اقتصادي بالدرجة الأولى، كان في حزمة كبيرة، مشاريع كبيرة تم مثلا كانت اقتصادية كانت اجتماعية موجودة، فيا هذا القرار في هذا الإطار. نعم. كتوقيتي في هذا الإطار. نعم. انتهى من جائحة كورونا من ناحية، وأيضا في إطار في حزمة اقتصادية اللجنة شكلت هدف التعافي من تداعيات كورونا. جميل. مثل ما قلت تضمن 33 مبادرة بالجهات الاتحادية والحكومية. جميل. نعم. جميل. أستاذ خليل، يعني ليش برأيك أن تم اتخاذ هذا القرار وخلفيته، خصوصا أن هذا القرار يعني فرح وايد من الشباب اللي كانوا مفكرين يقدمون استقالتهم عسب أن يجابلون يتفرغون للأعمال الحرة؟ أيضا أرجع للخطة مرة ثانية. نعم. الخطة تقريبا تم تطبيقها آخر سنتين داخل الدولة. النتائج الاقتصادية اللي أسميها الممتازة والمبهرة لهالخطة، أنا عندي إحصائية بتكلم عنها تقريبا. لما صار تقييم الخطة الاقتصادية لاحظوا صار في نمو الصادرات الغير النفطية بنسبة 47%. جميل. نعم. بدون ما تعتمد على البترول عندك صادرات غير نفطية بنسبة نمو ازداد 47%. أيضا لاحظ نمو الاستثمار الاجنبي خلال الفتره هاي تعتبر دوله جاذب وعامل جاذب بنسبه 16%، العامل الثالث نمو الشركات الجديده المسجله في الدوله بنسبه 126%. كل هذا يعني كل علامات النمو ونجاح الخطه بشكل مبهر ممتاز خلق فرص. طالما انا مثلا عندي انا بيئه موجوده بيئه جاذبه اجذب فيه مثلا المقيم، اجذب فيه الشخص اللي من خارج الدوله. نعم. فهذا تقريبا القرار موجه للمواطن، الشاب الاماراتي المواطن يشتغل في القطاع الحكومي انه يشارك في الاستفاده من هالفرص، فرص يعني يفترض فيها مش بس هي موجوده للمقيم او للوافد الخارج، ايضا فرص موجهه للشباب المواطن في هذا المجال. نعم. جميل. نحن يمكن حدثنا عن حساسيه بعض الاعمال التي لابد ان يكون فيها المواطن شريك اساسي، ولكن الآن وضعت العديد من الشروط أيضا على المواطن اللي هو يحب أنه يتفرغ، ومنها أيضا أنه هو الحصول على كتاب من جهة العمل والتأكد من أنه فعليا هذا الشخص لديه شراكات استراتيجية أو لديه تعامل مع مختصين لتقديم خدمة أو تقديم عمل في الدولة. فرأيك بالشروط التي وضعت هل تغطي الحاجة الآن تكفي لعملية الضبط لأيضا الشباب اللي ممكن يقدمون على مثل هذا يعني القرار واتخاذ القرار بأنهم يتفرغون للعمل الحر؟ أنا أعتبر الضوابط هي ضوابط مجردة. نعم. وموضوعية، خصوصا هي ما تتكلم بشكل شخصي، تتكلم عن بيئة، يعني نعم. الشروط المفروض تتوفر بحيث أن البيئة تكون ناجحة. نعم. أنا أتفق مع الشروط هذه، لا أساس أي شخص عنده الرغبة والجدية، خاصة الشروط تقريبا تغطي أنك أنت يكون عندك مشروعك الخاص، ألاحظ أنا وين يكون في القطاع الخاص. تحصل لك اجازه مثلا طبعا. من او موافقه من جهه العمل، وايضا تتخذ كل التراخيص المطلوبه في المجال. وتشوف تقريبا العناصر الاربعه انا اشوف عناصر مناسبه للشخص الجاد. نعم. اذا انت جاد وعندك الرغبه، اذا انت مثلا تبغى تستفيد الفرصه مثل ما قلت يعني فرص متاحه للغير وللمقيم، اذا ليش المواطن ما اخذ حقه في هذا المجال؟ صحيح. فهي تعتبر ضوابط يعني موضوعيه ومجرد ايضا ومناسبه انك انت تاخذ يعني تتناسب والبيئه المحليه. نعم. البيئة الاقتصادية المحلية. نعم. أستاذ خليل، يعني بالعودة لدولة الإمارات وقراراتها دائما اللي تهتم بالإنسان والشباب، هذه القرارات يعني تأتي أكيد يعني بعد دراسات واجتماعات كثيرة، هل عندك يعني معلومات متى بدأت الخطة على هذا العمل على هذا القرار؟ في المعلومات اللي عندي الخطة يعني كان لها تقييم مرحلي مرحلة على مرحلة مجموعة كذا. فالخطة أو الفكرة نشأت رحم إجراءاتها ككل، مثلا الخطة ما تقوم من يوم وليلة، الفكرة تكون موجودة، تعدل الفكرة، تضيف الفكرة، تشوفها مناسب، تصيغ الفكرة هذه بشكل مناسب. هي تقريبا خلال الأجواء هذه من ناحية. من ناحية ثانية في تجارب بدول ثانية عندهم مثلا العنصر المواطن في هذه الدول يشارك، يعطى تسهيلات، يعطى فرص كذا. فتقريبا في هالإطار نمت الفكره هذه في خلال الاطار هذا، خاصه مع التقييم الاخير اللي كانت مثل ما تكلم قبل شوي نتائجه مبهره جدا. جميل. فصدر القرار بالشكل هذا طبعا. نعم. ما كان مثل بدايته، يعني تعرف البدايه تكون فكره، صياغه الفكره تكون صياغه مانعه جامعه، صياغه تكون ممتازه في هذا المجال. ف طيب من المتعارف عليه في كثير من الدول والدول الكبيرة أيضا أن هناك بعض الأعمال توكل فقط لأهل البلاد لأنهم هم أدرى بشعابها، احنا نقولها بهاي الطريقة. بالإضافة إلى أن ابن الإمارات الآن عندها القدرة الكبيرة من ناحية التعلم ومن ناحية أيضا الخبرات العالمية وتواجد في كثير من الحقول. لن تجد إماراتي الآن يتواجد في مركز حكومي وليس لديه عمل خاص. صحيح. ففتح الباب بهذه الطريقة يمكن مع هذه الضوابط مهم جدا، ولكن هل برأيك سيكون هناك حساب لمن يحاولون أن يخرجوا لتقديم هذا العمل ومن ثم لا تأتي منهم نتيجة أو لا يندرجوا فعلا في قائمة الأعمال المدرجة؟ أتوقع يكون حساب ذاتي. نعم. الشخص نفسه يحاسب نفسه، الشخص نفسه يقيم نفسه، يقيم تجربته، تجربة ناجحة قد يستمر فيها، ما تكون ناجحة عنده خط رجعة، خط رجع خلال سنه مثلا بعد سنه يرجع لقواعد، يرجع للعمل الوظيفي، لكن اتوقع بيكون في نجاحات في هذا المجال وقد يكون جزء قد يخفق البعض، هذا شيء طبيعي لان هناك خوف من المستقبل وخوف من الغيب، فهو الرجعه هذه انه هو المستقبل امن. في تامين. نعم. لان كانت المشكله في السابق عدم التفرغ. صح. لما انت عندك مشروع ومتردد يمكن تحصلك قبول في العمل، تحصلك صعوبات، ما عندك وقت للتفرغ، ايضا تحاتي تنجح ما تنجح. في ناس شباب وايد خلال الفتره الماضيه كان يفكر في التقاعد، يفكر يتقاعد، البعض كان يفكر في الاستقاله، لكن هل في تامين؟ صح. على الاقل لما تقول لي نص الراتب انت تقريبا مامن احتياجاتك، الحد الادنى من الاحتياجات مؤمن عندك. نعم. وعندك خط راجع فيه ولو ما توفقت. نعم. فرضا لو ما توفقت من اول مره، اذا لو انت تقيم تجربتك تجربه ثانيه، بتعيد كره مره ثانيه، تدرس وتعيد. صحيح. لو عندك الرغبه الجاده في هذا المجال. نعم. نعم. طيب بنزين، بالنسبه يعني لجهه العمل، هل تشوفنا راح يتجاوبون مع هذا القرار؟ أنا أتوقع نعم، طالما هي توجيهات صادرة من الحكومة ورغبة الحكومة في مثل ما تقولين تطبيق هذا الفكر مثل المواطنين، أنا أتوقع بيكون في تجاوب، ما بيكون في تحسف أو في استخدام هذا الحق. نعم. لابد إحنا يعني أتخيل أو أتصور أغلب الجهات المفروض تسهل لأي شخص عنده الرغبة في الشيء هذا. نعم. طالما أن أنت متقيد بالضوابط، يعني الضوابط يعني ما تقول احد الضوابط انك كنت تاخذ موافقه جهه العمل، لكن طالب الضوابط الثلاثه الاخيره توفرت عندك، ما اعتقد بيكون في عائق هناك. صحيح. خصوصا هذا القرار يعني مغطى بغطاء قانوني، ما تقول تطلب شيء شخصي، في غطاء قانوني هذا القرار، وتعتبر من الاجازه، تعطى فرصه. اتوقع انه بينجح، واتوقع ايضا ما بيكون في اي عقبه من اي عمل اي جهه من الجهات الموجوده. طيب اذا ما ذكرنا او طلبنا منك توجيه الى شباب الامارات في خلاصة، أنا أتمنى من الشباب اللي عندهم الرغبة، أن يستغل هالفرصة، عنده مشروع هاي فرصة له أن يبادر، راح ينجح، الشخص اللي عنده الرغبة. نعم. أيضا أنا أقول شيء ثاني، ادرس المشروع اللي عندك، لا تتسرع، لا تتعجل، لا تعتبرها موضة أنك أنت تدخل في هذا الكل داخل ما نجحت، لا، ادرس مشروعك من البداية، في جدول المشروع، تقيم المشروع. نعم. ادخل المشروع بعد ما تسوي حساباتك الكامله، انجح، حاول تنجح، ليش ما تنجح؟ بالعكس. انا اشوف تجارب لبعض الدول عن تجارب فرديه. نعم. بالرغم الناس يشتغلون تجارب ناجحه. نعم. فانا اقول لك ادرس تجربتك، قيمها انت بنفسك. اقول لك ايضا قيم التقييم مرحله، مش بالضروره تنتظر السنه. طبعا. ممكن كل 3 شهور تقيم نفسك تجربتك، بحيث عندك اخطاء موجوده تتلافى الاخطاء هذه. نعم. مثلا بعد 6 شهور تتجنب الاخطاء، تقل الاخطاء. صح. بتكون في الاخير شخص ناجح. أكيد. وهي فرصة لهم يعني للشباب لخوض مجال الريادة. عبد الله. صحيح. أكيد نحن نشكرك ضيفنا الأستاذ خليل العيلي المستشار الإعلامي. وطبعا مشاهدينا أكيد نحن نأكد ونحث الشباب، أنت في دولة النجاحات، أنت في لديك ذللت كل الصعوبات وأيضا تحظى بدعم القيادة، فبالتالي لا سبيل أمامكم إن شاء الله إلا النجاح بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. آمين. كل الشكر لضيفنا، وفاصل ونعود مشاهدينا. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. طبعا موضوعنا اليوم لمحبين عالم الآثار وغرابته، أكيد الكل يعلم يعني بوجود المومياء في مصر وحضارة الفراعنة العريقة، لكن في واحدة منهم حيرت العلماء، يا ترى شو قصتها عبد الله؟ قصتها بالفعل طبعا غريبة شوي. المومياء المصرية الحامل أثارت وأثارت ذهول علماء الآثار حول العالم، حيث أن أشارت دراسة جديدة أن المومياء الحامل كانت مصابة بنوع نادر من مرض السرطان، وكان فحص أثري لمومياء مصرية قديمة في مجموعة المتحف الوطني في العاصمة البولندية وارسو قد كشف عن أول حالة معروفة لمومياء حامل في أبريل 2021. بنرحب أول شيء بزميلتنا مروة ونعرف شو القصة وشو المعلومات مالت الليلة. مساكم ورد وسعادة عبير وعبد الله. الموضوع شوي غريب، يعني مومياء مصرية حامل، وأيضا هناك في شيء طب، ولكن يعني في الفراعنة هناك العديد من الأمور لين اليوم يحللون الرموز ورسوماتهم وغيرها، ولكن اليوم هذه المومياء ويانا، حابين تعرفون شو. أكيد طبعا وأكيد طبعا رحب في الدكتور طبعا سدير الراوي اللي موجود معنا واللي بيخبرنا بتفاصيل أكثر خصوصا عن حالة السرطان. رحب فيك أستاذ الكريم. أهلا بك. شكرا. الله يحفظك يا رب. الله يسلمك. مروة الموضوع عندك. أخبركم شوية معلومات لين ما الدكتور يرتاح ويقول لكم المعلومات. نبغى نتأكد نحن المعلومات صحيحة ولا لا من عندنا. نعم صحيح. أكيد. ما قصة هذه المومياء مشاهدينا وكيف وصلت إلى بولندا، وما أهمية كونها حامل، وما أهمية الكشف عن إصابتها بالسرطان، وهل هذا الاكتشاف قد يغير مفهوم تاريخ الأمراض في العالم؟ خلونا نشوف مع بعض الليلة. الأهم أعطيكم لمحة عن هذه المومياء المصرية الحامل. تواصل المومياء المصرية الحامل إثارة ذهول العالم والعلماء الآثار حول العالم، فقد أظهرت الصورة الصادرة من مؤسسة مشروع وارسو للمومياءات في بولندا أورام في الجمجمة، وأيضا أشارت دراسة جديدة إلى أن المومياء الحامل كانت مصابة بنوع نادر من السرطان، ويمكن أن يحدد البحث الإضافي سبب الإصابة بسرطان البلعوم، ويأمل العلماء أن يؤدي هذا الكشف إلى المعرفة بتطور مرض السرطان. وكان أيضا يعتقد أن المومياء هي جثة الكاهن حور جيهوتي، وأيضا لكن بعد هذا الفحص كله أعلنت كلية الآثار وارسو أن الجثة لمومياء حامل. المعلومات شوي أظني شوي غريبة عبد الله وعبير، يعني بأنها كانت حامل، عقبها اكتشفوا بأن عندها سرطان البلعوم وهو مرض نادر جدا. احنا نتكلم عن الحفظ 4000-5000 سنة، يعني الأمر فعلا مذهل بأن يعني يكون هذه الأشياء بعدها موجودة ونحن نقدر أن نحن نكتشفها في العلم الحديث. نحن نشكرك مروة. يعني الجواب عندكم عبد الله وعبير. أنا أشوف إنجاز أنهم اكتشفوا هذا المرض فعلا. يعني بعد هذا كل هذه السنين والعمر الطويل. نعم طبعا. نعم. أكيد. يعني مروة يعطيك العافية وكل الشكر لك على المعلومات. طبعا على المداخلة الغنية بعد بيكون معنا ضيفنا عن طريق برنامج زوم لمعرفة المزيد عن قصة المومياء المصرية الحامل وأهمية اكتشافها من هذا المرض النادر من السرطان، وشو أهمية. بيكون معنا الدكتور الأستاذ حسن محمد رمضان إن شاء الله. نعم أستاذ عضو مكتب الأمين العام. نعم طيب أول شيء نبدأ. ما أدري الأستاذ حسن بيكون معنا على الهاتف موجود؟ موجود على زوم ان شاء الله، لكن نبدا ايضا مع الدكتور سدير. نعم خلينا الدكتور مع سدير. دكتور سدير اول نعم. شيء يعني احنا يوم نتكلم عن تابعت انت قصه المومياء المصريه. نعم. خصوصا ما تم الكشف عنها عن حول اصابتها بالسرطان، سرطان يعني البلعوم. نعم اهميه هذا الاكتشاف، وهل فعلا بعد كل هذه الفتره الطويله من الزمن هل يمكن ان نكتشف هذا المرض او هذا الاكتشاف الغريب؟ يعني نجم احنا. شكرا على الاستضافه اليوم. الله يحفظك يا رب. ناكد على شغله اساسيه، هي انه اللي عندهم قابليه حفظ جثه 4000 سنه. نعم الورم السرطاني هو جزء من الجثه طبعا. صحيح. فمحافظه عليه جزء من المحافظه على الجثه. نعم. فالسرطان هو احد الانسجه اللي خارج عن نطاق سيطره الجسم. جميل. فاذا المريضه توفت وعندها سرطان من الممكن قابليته انه يبقى على 4000 سنه. نعم. فما فيها في الشيء يعني الغرابه هي كيف تحفظ جثه لمده 4000 سنه، وليس حفظ السرطان لمده 4000 سنه. نعم. او اكتشافه. هو الفكره. نعم. اكتشافه يعتمد على عده عوامل، مثل هسه احنا كانوا ما عندهم لا عندهم كات سكان او اشعه بيت سكان. الان طبعا بالنسبه الى الجثه لا يمكن الاستفاده من البيت سكان اللي هي البوزيترون ايميتنج سكانينج اللي هي يعتمد على أخذ الجلوكوز من الجسم. نعم. ومصبه في هذا المكان، لأن هذا فقط للإنسان الحي. جميل. صح. بالنسبة للإنسان الميت نعتمد على التشاخيص الأخرى اللي هي الأمراي، الرنين والأشعة المقطعية. نعم. 100% لما هم سووا لها، يعني هم شنو اللي خلاهم يفكرون بوجود سرطان؟ انه اخذوا لها اشعات مقطعيه بصوره مستمره، ومن ضمن الاشعه المقطعيه شافوا فسم ابنورمال لما وصل البلعوم وصول اليه بسهوله جدا عن طريق فتح الفم او عن طريق تدخل الناظور بسيط، واخذوا عينه منها. نعم. وجدوا انه وجود السرطان. جميل. طبعا نرجع للاستاذ حسن محمد رمضان عضو مكتب الامين العام للمجلس الاعلى للاثار، حياك الله استاذ حسن. مساء الخير على حضرتك والساده المشاهدين. مساء النور. حياك الله. يعني استاذ حسن، شو قصه هذه المومياء؟ يعني بدايه من رحلتها من مصر حتى استقرارها في بولندا. الموميا دي تم نقلها من مصر الى بولندا سنه 1826. نعم. في الوقت ده كانت تجاره الاثار المصريه مشروعه، وما كانش غير محرمه وغير مقننه بقوانين زي دلوقتي. ودخلت متحف وارسو على أساس أنها مومياء لكاهن مصري قديم من طيبة. نعم. وده بسبب أن التابوت اللي كان بيحوي الموميا خاص بكاهن مصري من طيبة يدعى حور جحوتي. مكتوب على التابوت اسمه وألقابه، وبناء عليه دخلت الموميا لمتحف وارسو على أساس أن هي مومياء لذكر. في سنة 2015 بدأ متحف فارسو يعمل دراسة على المومياءات اللي عنده في المتحف، وفي إبريل 2021 أعلن النتائج بتاعته. من ضمن النتائج بتاعته إن المومياء دي ليست لرجل وإنما لسيدة، وكمان سيدة حامل في حوالي الشهر السابع، وده اللي فندته هيئة الآثار المصرية، وزارة الآثار المصرية، وفندوا دكاترة كتير من مصر ومن خارج مصر، منهم دكاترة من بولندا نفسهم نفوا وفندوا الرأي اللي بيقول إن دي مومياء حامل. نعم. نعم. فاللي اعتبروا الفريق البولندي إن هو جنين، هو في الحقيقة عبارة عن لفايف تستخدم في التحنيط، وعادة ترى هذه اللفايف داخل الأشعة المقطعية في منطقة الحوض. والفريق البولندي استند في التشخيص إلى المظهر الخارجي لكتلة الحوض التي تشبه الجنين، ولكن دون الكشف عن أي وجود تشريحي أو عظمي بهذا الجنين. يعني في احتمال أنه كبير بأن هنا ينفى موضوع أن هذه المومياء هي فعلا لامرأة وأنها حامل. صحيح؟ ربما تكون فعلا لامرأة. نعم. تمام، لأنه وارد جدا. يعني في فترة من الفترات كانت حصلت عملية سرقة لمقابر مصرية قديمة، والكهنة المشرفين على الجبانات كانوا بيعيدوا دفن المومياءات اللي تعرضت للسرقة، ففي بعض الأوقات بيبقى التابوت موجود والمومياء بتاعته تم نهبها. نعم. وفي أوقات تانية بيبقى موجود التابوت ومش موجود الموميا ومش موجود التابوت. نعم. فبيتم إحلال المومياء داخل تابوت ما يخصهاش بتاع شخص آخر بغرض حمايتها والحفاظ عليها. نعم. جميل. فده ممكن يكون تم في الايام من مصر القديم نفسه، وممكن يكون تم بواسطه تجار الاثار. يعني تاجر الاثار وصلت له موميا. صح. تمام، بدون تابوت، ووصلت تابوت بدون مومياء. فعشان سهوله البيع بيضع الموميا داخل هذا التابوت لتسهيل عمليه البيع. فحت نقطه اذا كانت واحده ست اتدفنت في تابوت لراجل او راجل اتدفن في تابوت لسيده، فده وارد جدا وليه احتمالات كتيره. تمام، ما نقدرش نحدد ايه هي بالظبط. تمام. يعني التوابيت تختلف. نعم. على طبعا. حسب اذا كان امراه او رجل. لا، هو التابوت يحمل معلومات المعلومات تخص الشخص. صح. اللي موجود فيه. التابوت نفسه حضرتك بيبقى مكتوب عليه اسم صاحبه. اكيد طبعا. اما المومياء اللي داخله وارد جدا تبقى مومياء مش خاصه من صاحب التابوت. أكيد. يعني مومياء صاحب التابوت ممكن تكون حصل لها تحلل، اتسرقت، فلما بيجوا إعادة الدفن المسؤولين عن الجبانة في مصر القديمة بيعملوا إعادة دفن، فبيلاقوا مثلا لتابوت مش تمام فارغ ما فيهوش الموميا بتاعته، بيلاقوا موميا مرميه من غير التابوت بتاعها، التابوت بتاعها تم سرقته. فبيتم وضع هذه الموميا داخل التابوت اللي ما يخصهاش بغرض حمايتها، مش اكتر من كده. وصلت الصوره استاذ احمد. طيب الان نختص في موضوع دكتور الراوي، ايوه اكتشاف السرطان. نعم. ماذا يفيد هذا السرطان؟ يعني احنا لو نتكلم عامه الان كل الشائع في عالمنا الحديث بان السرطانات هي مع العالم الحديث والمعاصر، وبسبب طبيعة الحياة اللي تغيرت والمأكولات غير طبيعية وغيره 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 الكثير. صحيح. فهذا الاكتشاف الآن يعيد يمكن الطريق إلى آراء ومثل ما قلنا نظريات مختلفة، تحدثنا عنها دكتور. نعم. بالنسبة شو اللي راح يفيده هذا الاكتشاف؟ شو اللي راح يفيده؟ أولا نرجع للنقطة الأساسية اللي ذكرها الأستاذ، أنه هل السرطان مرض حديث أم مرض قديم؟ نعم. السرطان مرض قديم. نعم. بس تشخيصه وتعليمه وأنواعه هي من ضمن الحضارة الحديثة. نعم. يعني سرطان العظام، سرطان الأمعاء، سرطان موجودة من سابقا، ولذلك قبل 4000 سنة كان عندها سرطان وما حد اكتشفه. صحيح. السؤال اللي أرجع أسأل هي شنو اللي خلاكم بهذه الفترة الأخيرة إعادة مقطعية للجسم، الا اذا كانوا فد شغله معينه انه يبحثون عن الجنين، ومن ضمن الصور الاشعاعيه اللي اخذوا المقاطع منها شافوا وجود سرطان في منطقه البلعوم. زين، النقطه الاخرى اللي سالته، هل شنو الشغله اللي حنستفاد منها اذا كان 4000 سنه ورجعنا الان؟ طبعا احنا دراسه معينه، هل المصريين كانوا عندهم علاج للسرطانات في ذيك الفتره؟ من الممكن، بس كعلاجات ثابتة وعلاجات منطقية في ذيك الفترة اللي كانت سابقا، العلاج عن طريق الأعشاب أو علاج عن طريق الأبر أو الوخز أو العلاجات الأخرى اللي متوفرة في ذاك الوقت، العلاجات الجسدية أو التقليدية. نعم. احنا الآن تغيرنا المرحلة، بالنسبة لعلاج الأمراض صار عن طريق العلاجات التقليدية، الأنتيبيوتيك كل هذا للالتهابات، والسرطان هي المواد الكيميائية والمواد الإميونو، هذا شيء جديد ويا الوقت. صحيح. هل السرطان امتداد للماضي؟ نعم امتداد. هل الفكرة تغيرت؟ سرطان هو نفس السرطان. صحيح. ما. بس شيء واحد، يجوز الطريقة الجينية للسرطان قبل 4000 سنة تختلف وما حد يعرف إلا ناخذ الدي ان اي مال هذا السرطان ونحلله ونعرف شنو علاقته بالسرطانات الحديثة. نعم. طريقة العلاج لهذه السرطانات هل هي ستاندرد؟ ما كان اكو علاج ستاندرد بذاك الوقت. لا كان اكو اشعاع، لا كان اكو كيميائي. الجراحة كانت موجودة، الجراحة في ذاك الوقت قبل 4000 سنة كانت، بس الجراحة بطرق بدائية. نعم. القطع والرفع، ما كان في تخدير. صح. تخدير ما في، التخدير الحقيقي بداية. والله العليم في وقتهم كانوا هم كانوا متقدمين جدا. طريقة التخدير تختلف، اما الضرب على الرأس او التنويم. نعم. او بعض الأعشاب من ضمنها المروانة او الحشيش اللي كان الموجود عندهم بذاك الوقت. المخرج يقول الضرب على الرأس، هاي شوي صعبة بس فعلا صحيحة، كانت صحيحة. نعم حقيقة. التخدير قبل سنة 1800 يعني يضربونه لين ما يغمى عليه، يضربوه على الرأس ينام الى ان يسووا له العملية ويقعدوا. نفس في العمليات الشرطيه، يعني في ضربه خفيفه في اماكن محدده. طبعا يعني اماكن محدده ضربه خفيفه يغمى عليه شخص، يتعاملون معه بعدين، يتعاملون معه كجراح. بس يعني مثل كجراحه منظمه ومرتبه ومن ضمن ستراكشرز ومن ضمن قوانين واصول ومبادئ. طبعا. لمبادئ قبل العمليه ومن بعد العمليه. طبعا هذا بدات في سنه 1800 وتطورت الى سنه 2000، وصلنا الى اعلى مراحل الجراحه اللي هي الجراحه النظيفه، الجراحه التقنيه، الجراحه الاخلاقيه والمبتعده عن الشغلات الاخرى في تعاون بالنسبه لموضوع الجراحه. اكيد. طيب أنا نعود الى الاستاذ حسن. يعني اولا مشكورين على الجهود الطيبه في متابعه حتى المومياوات اللي هي خرجت من الجمهوريه الجديده واستقرت في بلدان اخر، ولكن الان نتحدث عن الاليه اللي تتابعونها او تتبعونها من خلال المجلس الاعلى للاثار للمومياوات حول العالم، وكيف تتعاملون مع ما هو خارج مصر. بسم الله. المجلس على الآثار بيرصد ويتتبع كل ما ينشر داخل الدوريات العلمية أو ما يتم عرضه عبر السوشيال ميديا، ويتم الرد على كل ما يصار حول المومياوات من خلال نشر مقال علمي يفند هذه الأخطاء، ولا يتم الإعلان على أي نتائج علمية إلا بعد نشرها في مجلات علمية محكمة، حيث أن كافة الأبحاث مبنية على أسس علمية متطورة، وفي حالات أن النتائج جاءت على أسس علمية فإن المجلس على صار يرحب بمثل هذه الدراسات في محاولة لإزالة الغموض عن جزء من التاريخ المصري القديم والعمل على إعادة كتابته على أسس علمية بعيدة عن الافتراضات الوهمية. وهل تتعاون الدول التي يعني تبدأ بنشر بعض هذه المعلومات معكم في توفير المعلومات وأيضا الاستفادة من خبراتكم؟ يتم الحصول على نسخة من هذه النتائج سواء من النشر العلمي الخاص بهذه المجلات أو عن طريق الدول الصديقة اللي لها بعثات كثيرة بتتعمل في مصر. جميل. ومن خلال دراستنا لما هذه النتائج بيتم عمل لا إما التأكيد عليها وعلى صحتها لا إما تفنيدها في حالة وجود أخطاء. نعم. إحنا مجرد إن إحنا هدفنا هو المادة العلمية السليمة المبنية على أسس علمية. جميل. فإذا كانت المادة العلمية مبنية على أسس علمية، إذا كانت النتائج مبنية على أسس علمية يرحب بها طبعا وما فيش أي مشكلة فيها وبيتم اعتمادها وبيتم إعادة صياغة وكتابة التاريخ من خلالها. نعم. أما في حالة إذا كانت النتائج غير علمية ولا تقوم على أسس علمية فبيتم تفنيدها وده من خلال نشر مقال علمي في أحد المجلات العلمية. جميل. شكرا أستاذ حسن. شكرا لك. نرجع لك دكتور سدير، يعني كيف نقدر يعني نستثمر هذا الاكتشاف من ناحية طبية؟ يعني بالنسبة هو اكتشاف أنه تقليدي إضافة إلى محاولة يعني دراسة المومياءات والعالم المومياء في ذاك الوقت. هذا يعود إلى الأخ موجود واللي يقدر يفيدنا بهذا الموضوع. يعني المومياء كان بها التهابات، كان بها أيضا بها أورام سرطانية، بها علاجات مختلفة. السؤال الآن هو إحنا شلون نستفاد منها في المرحلة؟ دراسة جينية للأورام السرطانية قبل 4000 سنة بالمقارنة بالجين الموجود هنا، شنو أسبابه بذاك الوقت؟ يعني بالنسبة لسرطان البلعوم من أشهر أسباب سرطان البلعوم هو التدخين. هل كان هذاك الشخص إذا امرأة حامل أو غير حامل هل كان مدخن؟ نعرف الربط ما بين العوامل البيئية مع الورم السرطاني في ذاك المرحلة. فيروس ذاك الفترة، يعني أنه الفيروس ما كنا نعرف أنه أكو فيروسات بذاك الفترة، لأن الفيروسات من العالم الجديد اللي طلعت قبل سنة 1800 و2000 هاي طلعت 1900. فبصورة عامة ما في شيء خبر علمي أو طبي من هذا المراحل ما ينطينا دراسة أو بحث لمعرفة شنو الماضي والحاضر والربط بين الماضي والحاضر والاختلاف ما بين الحاضر. جميل. الأساس أنه إحنا نستمر متابعة المومياءات لشغلات كثيرة وليس أونلي بحالات السرطان فقط. يمكن نفس السؤال يمكن على صياغتك نوجه أيضا للأستاذ طبعا أستاذ حسن. يوم يتكلم الدكتور عن أن الربط بين الماضي والحاضر والأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث السرطان في البلعوم خصوصا وأنها مرتبطة مع أحد العوامل الرئيسية مثل التدخين، فهل مثل هذا الاكتشاف أنتم الآن قادرين على إيجاد الأسباب لربطها علميا مع ما يحصل الآن في العالم الحديث؟ بداية أحب أكد حضرتك أن الفريق البولندي كان ليه سابقة في موضوع إعلانه عن المرأة الحامل واللي تم تفنيده زي ما قلت لحضرتك من قبل علماء بولنديين في جامعة وارسو نفسها وسواء من علماء تاني أجانب أو مصريين، وده يخلينا نبقى نتعامل بحرص مع النتيجة الثانية اللي أزعوها وهي نتيجة سرطان البلعوم. نعم. فإعلانهم لوجود سرطان البلعوم في داخل حنجرة المومياء لازم نتخذ بحرص ولازم الصور اللي خدوها تتراجع تاني وتتعمل منها مقالة علمية سواء تثبت إذا كان الكلام بتاعهم صحيح المرة دي ولا تمام غابهم التوفيق زي المرة اللي فاتت لما أعلنوا أن المومياء لسيدة حامل. نعم. غير وهو منافي لفلسفة التحنيط عند المصري القديم اللي كان بيزيل الأحشاء كاملة، وحتى بعد الأسرة 21 لما بدأ يرجعها تاني داخل المومياء فكان بيعمل لها عملية تحنيط خارج الجسد وبعد كده من بعد ذلك إرجاعها للجسد. نعم. فده عدم إصابة للحقيقة في موضوع المرأة الحامل، وده يخلينا حضرتك نتعامل بحرص مع إعلانهم لسرطان البلعوم. طيب. نعم. نرجع لك دكتور سدير، يعني خلينا نتكلم عن موضوع ترجمة اكتشاف يعني إصابة مومياء بهذا المرض وهي جثة متحجرة. الورم السرطاني كان قبل ما يصير إنه جثة متحجرة موجود أساساً. الشغلة الأساسية المحافظة على الورم السرطاني لهذه الفترة 4000 سنة اللي قدروا يحنطون جث لمدة 4000 سنة، الورم السرطاني جزء منها وبقى يتحمل. نعم. يعني لا مو هو اكتشاف عظيم لمعرفة السرطان بعد 4000 سنة، الفكرة الأساسية شنو اللي خلاهم يدورون على الورم السرطاني بعد 4000 سنة. نعم. هذا هو الفكرة الأساسية. هو المتعارف عليه أيضا في الموميات المصرية دائما يتم المحاولة لاكتشاف كيف تم التحنيط وغيرها من الأشياء، لذلك نحن يعني أعيد السؤال يمكن للأستاذ حسن بطريقة أخرى بعيدا عن هذا الاكتشاف أن هناك سرطان أو لا يوجد سرطان. أكيد هناك اكتشافات كثيرة، لأنه في أيضا بحوث في مصر تمت على كثير من المومياوات، وأيضا وجد في عندهم أمراض أو اكتشفوا عندهم مشاكل كانت في القدم ترتبط بالعالم الحديث. هل هناك مثل هذه الاكتشافات اللي نستطيع أن يتعلم منها العلم أيضا ونأخذ منها مرجعية للاستفادة وأيضا تفنيط العلم وإيجاد حلول في 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 عالمنا الحديث؟ القصد هل هناك اكتشافات تمت غير هذا السرطان في مصر او في غيرها؟ تم دراسه مئات المومياوات سواء كانت ملكيه او غير ملكيه. جميل. بواسطه الاشعه المقطعيه، لان مصر دلوقتي بتمتلك اكبر 3 معامل لدراسه المومياوات في العالم. نعم. معمل في المتحف المصري بالتحرير، ومعمل في المتحف المصري الكبير، والمعمل في المتحف القومي للحضاره، واللي بيوجد به وحده خاصه بتحليل الدي ان اي. نعم. تفضل. والدراسه بالاشعه حافظت على المومياوات اثناء عمليه الفحص، وده لان بيتم الفحص دون فك اللفائف الخاصه بالمومياء، عكس اللي كان بيتم قبل كده من عمليه فك اللفائف لدراسه المومياء. نعم. نعم. وتم التعرف من خلال هذه الاشعه على تقدم وبراعة قدماء المصريين في علم معقد للغاية وهو علم التحنيط، بجانب التعرف على أمراض قديمة وإيه علاقتها بالأمراض الحديثة الموجودة في زمننا هذا. جميل. وعلم الأشعة اللي بنستخدم دلوقتي داخل ال3 معامل اللي قلت لحضرتك عليهم أحدث طفرة في إعادة كتابة التاريخ. فعلى سبيل المثال كان يظن أن الملك توت عنخ آمون قد قتل بمؤامرة من خلال تلقيه ضربة على خلف رأسه. صحيح. مما أدى إلى وجود عظمة داخل الجمجمة نفسها. نعم. ولكن الأشعة المقطعية أوضحت أن العظمة دي انفصلت عندما قام قرطر مكتشف مقبرة بعملية فصل لرأس المومياء لفك القناع الذهبي الذي كان يغطي هذه الرأس. نعم. نعم. طيب. إلى جانب مثلا مومياء تانية للملك رمسيس الثالث، واللي كشفت الأشعة مؤامرة الحريم التي تم ضده، وعلى أثرها تم نحره وقطع إصبع من قدمه اليسرى. نعم. مما ترتب عليه موته. ده برضو اتضح لنا من خلال الأشعة والدراسة اللي تمت على مومياءه. والملكة العظيمة المشهورة حتشبسوت برضو بعد الفحص ليها بالأشعة اتضح أنها ماتت في عمر تقريبا 55 عام، وكانت مريضة بالسكر، واتضح أن وفاتها كانت بسبب مرض السرطان اللي كان موجود في هذا العصر. نعم. وبالتالي فإن الدراسة المومياوات المصرية القديمة بتعيد تاريخ وإعادة كتابة التاريخ المصري القديم، وبتعمل على تصحيح القصص المغلوطة التي تقال جزافا عن تاريخ مصر القديم دون سند علمي. يعطيك العافيه. نعم. استاذ حسن، يعني ما شاء الله احنا اذا ما اخذنا في هذا الموضوع مع المومياوات المصريه والتاريخ المصري لن نتوقف. كل الشكر لك طبعا استاذ حسن محمد رمضان، عضو مكتب الامين العام للمجلس الاعلى للاثار، كنت معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. طبعا دكتور، يعني بحسب متابعتك وتخصصك كلمه منك. يعني انا سؤال بقى، شنو سبب وفاه هذه المومياء؟ هذا هو السبب الاساسي، موست لايكلي انه حيكون السبب الرئيسي هو سرطان البلعوم، سرطان الحنجره، والمريضه توفت. فيعني هاي هي نقطه اشاره كثيره انه المومياء، بس النقطه الاساسيه في كل يوم نحن نكتشف جديد لعلاج السرطان. السرطان هو امتداد من القديم الى الحاضر، التطور في علاج السرطان موجود في كل وقت وفي كل مكان وكل مستشفيات البلد في هذا البلد. نعم. ونشكر الجميع على استضافتي. شكرا لك. نحن نشكرك على وجودك معنا، وايضا وعلى تقديم هاي التوضيحات والمشاركه فينا. شكرا لك جزيلا. الله يحفظك يا رب. ان شاء الله. في النهايه عبد الله، يعني نتمنى ان نشوف علاج لهذا المرض ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. طبعا مشاهدينا كل الشكر للدكتور ايضا سدير الراوي في الاستوديو كان معنا، وهو استشاري الاقدم لجراحه الاورام السرطانيه في الجامعه في امريكا. فاصل ونعود اليكم. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. طبعا وصلنا حتى نتحدث بموضوعنا اللي ذكرناه بالبداية حول علاقة صوت الفرد بشخصيته. صوت الإنسان هو الباب اللي يمكن للآخرين الدخول منه والتعرف إلى بعض ملامح الشخصية، فطبقة الصوت والطريقة اللي يتحدث بها الشخص تكشف أسرار كثيرة عنه يا عبد الله. أكيد طبعا منها نوعه سواء كان ذكر أو أنثى، وبعض ملامحه طبعا الوجه وأيضا البنية والعمر، وإذا كان طفل أم شاب أم طاعن في السن، حتى منصبه في عمله ووضعه المالي، ولكنه في ذات الوقت ربما يخدع الكثيرين، وذلك وفق ما أوردته نيو ساينتست العالمية طبعا العلمية البريطانية. اليوم نتحدث عن هذا الموضوع أكثر، وهل أصواتنا تعبر عن شخصياتنا؟ وبنرحب في ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة مايا صارجي، خبيرة تواصل ومدربة إلقاء وأداء صوتي. مرحباك في مساء الخير. ما شاء الله كفيتوا ووفيتوا بالمقدمة، أعطينا المعلومات كلها. ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. تسلمين. الآن يعني بداية الصوت يعبر عن الشخصية، فالموضوع يعني نعم نقدر ان احنا نقول هذا الشيء، ولكن يباله توضيح او يباله ايضا هو علم لابد ان الناس تستفيد منه. كيف تقدر تستفيد منه؟ مزبوط. الصوت بيعبر عن الشخصية وبيعبر عن النفسية يمكن أكثر من الشخصية، نعم. لأن احنا خلينا نتذكر أنه الصوت الأحبال الصوتية الحنجرة في تركيبة فيزيولوجية، نعم. ففي ناس أوقات عندهم خامة صوت معينة، ممكن من خلال صوتهم يعطوا انطباع معين، وكمان من خلال استخدامهم الصحيح للصوت ممكن يغيروا هذا الانطباع، نعم. نعم. طيب يعني هل طبعا الحين عبير عفوا يعني نحن الحين تبغى تحلل انت صوتك؟ لا نحن الحين نمثل، يعني هل كأدائنا الآن يعتبر جزء من الأداء؟ هو أداء 100% أداء، وبالتالي هل يمكن استنتاج شيء منه ولا لا يمكن؟ هلا انتم بطبيعة الحال بدوركم بوجودكم هون مطلوب أداء معين، أداء يناسب نوعية البرنامج، يناسب الكاركتر، ممكن تمثل القناة، تمثل البرنامج، فمطلوب أداء، ولكن خامة الصوت بتبقى هي طريقة استعمال الصوت وتوظيفه لحتى يخدم الرسالة اللي أنتم عم بتقدموها، هو الأداء، والأداء مطلوب دائما. نعم. أستاذة مايا، يعني هل يمكن للصوت أنه يخدع الشخصية، يعني بحيث أنه شخصية ما يعني مثلا عبد الله يطلع صوت ثاني مو بنفس صوته، هل ممكن ان عبد الله يخدعك بصوته؟ طبعا اكيد. مرحبا بكم في قناة الظفرة. يا سلام. صح ولا؟ انا هاللي كنت ابغاه. رح اعطيكم مثال بسيط، في اشخاص خامة صوتهم بتكون عريضة او خشنة، تركيبة هيك فيزيولوجيا هن هيك، بس ممكن هذا الشيء اوقات يعبر عن شخصيتهم، ممكن لا، ممكن هن ينفهموا غلط. كمان في اشخاص كمان بطبيعتهم بيكونوا هادين، الصوت بيكون أهدى، مثلك أنت مثلا بيتكلم بروية، كمان هذا الشيء ممكن يعبر عن الشخصية. فيك تغير طريقة كلامك أكيد 100%، فيك تغير خامة صوتك، ممكن نشتغل على تحسين أو تطوير خامة الصوت، ولكن خامة الصوت مثل البصمة، هو شيء خاص بكل واحد فينا، وبرجع بقول هو شيء فيزيولوجي، يعني بيعتمد على الأحبال الصوتية، على الحنجرة، على التركيبة، وإيش قصص كتير نحن ورثناها بالجينات من أهلنا، من بتركيبتنا كمان بني آدمين. طيب الآن نحن علاقة الصوت بمدى الطيبة أو باتساع الأفق أو بشرحة الصدر أو أيضا بالحيوية عند الشخص، لأن كثير من الناس نحن نقول ما شاء الله الضخام في الجسد مثلا والهايت والكبار أحجامه كبيرة، تحسين أنه هو في طيبة كبيرة، والمتوقع منه صوت جهوري قوي، صح، ولكن يكون صوته ناعم، عرفت علي كيف؟ والعكس ايضا لاشخاص اللي هم الضعاف. فكيف نستطيع من خلال الصوت ان نحكم على هذا الشخص من مثل هاي الشخصيات؟ فينا نحكم لمدى معين. رح اعطيكم مثال، مايك تايسون الملاكم الشهير، الضخم الشرس، اذا سمعتوا صوته فهو صوته جدا ناعم، يتكلم بنعومه، هذا الشيء منه مقياس على طول. الانطباع انه الاشخاص اللي دومينيا كبيره بيكون صوتهم جهوري، بيكون صوتهم عريض، ولكن هي منا قاعده، برجع بقول هي تركيبه، طريقه استعمال الصوت، مثلا انا السرعه اللي بحكي فيها، الفوليوم، قديش بعلي صوتي، قديش بوطي صوتي، حده الكلام او الباترن او الريذم، سرعه الكلام، الكلمات، هي كلها هي بتلعب دور. يعني انا كشخص مثلا اذا عم بحكي مع فلنفترض مديري، مثلا مدير أو حدا ذو شأن، وأنا بعرف أنه أنا صوتي مثلا جهوري، أو أنا بطبعي لأني حدا مثلا أكتف أو حرك بتكلم بسرعة. صحيح. أنا ممكن أعمل كنترول على طريقة كلامي لحتى ما ازعج الشخص اللي قدامي، او لحتى ما اعطي انطباع خاطئ او ادخل بكونفليكت او مداهمات من دون ما انا يكون قصدي، بس بمجرد انه انا عندي خامة صوت معينة او طريقة كلام معينة. ممكن تكون الكنترول هاي شوية صعبة، يعني كيف نقدر نحن نتحكم بحالتنا المزاجية؟ يعني دائما اذا انت متضايقة يبين من صوتك ان انت متضايقه او زعلانة او حتى وانت معصبة. كيف نقدر نتحكم؟ اهم شيء نعرف حالنا، يعني أهم شيء نعرف أنا صوتي كشخص، خصائص صوتي والانطباع اللي أنا عم بعطيه عند الأشخاص بشكل عام. ونحن كلنا بنعرف، يعني كثير ناس بيقولوا لي بيقولوا لي صوتك حلو، أو بيقولوا لي صوتي بيس عريض، فنحن عندنا فكرة مسبقة. هلأ أنا إذا كشخص أول شيء بعرف صوتي، ثاني شيء بعرف إنه أنا ممكن هذا الشيء يفوتني بمتاهات أو يعمل لي إشكالات، أو ممكن مواقف معينة بقى أنا بدي أكون بحالة نفسية معينة، ومش غلط أبدا إنه أنا أتفادى مواقف إذا أنا عرفانة إنه ما رح أقدر أعمل كنترول على طريقة كلامي، وممكن أنفهم غلط، وممكن أعمل مشكلة أنا من دون ما يكون قصدي. صحيح. أنت ذكرتي هذا الشيء، يمكن فعلا بعض الناس يمكن صوته عالي. صحيح. وهذا صاحب الصوت العالي نحن نفكر إنها راعي مشاكل. مزبوط. يمكن يكون قاعد بس هاي طريقة أداء، مرات يكون هو حماسي وايد زيادة عن اللزوم، وبالتالي ممكن شخص يكون هادئ هو يفصلك ويشتغل عليك صح ويلعب في أعصابك وفي هذا. طيب إذا بناخذ مثال إلى جملة مثلا، والجملة هاي نأخذها بأكثر من انطباع، انطباع مثلا حيوي تصلح ليه، وانطباع مثلا يعطيني أداء إنه هو في رخامة، أو أيضا يكون في فرحة. في مثال تقدرين تعطينا إياه بأكثر من؟ أعطوني جملة وأنا بعطيكم. مثلا فينا نقول إذا شغلة جدا بسيطة، مثلا أنا سعيد اليوم أو أنا فرحان اليوم. طبعا في ايموشنز نحن على طول لما بندرب بنحكي فيها، يعني أنا هل عم بوصل الكمية الكافية من الايموشن أو المشاعر لهالشخص هذا؟ مثلا أنا في أقول إنه أنا سعيدة، هل صوتي وطريقة كلامي بتنم انه انا سعيدة؟ ابدا ابدا. وهذا الشيء بيخلق مشاكل وسوء فهم مع الاشخاص، انه ليكوا كيف عم بيحكي، طب ما انا هيك، انا بحكي مثلا برواء، انا هذا اسلوبي بالكلام، بس انا في اقول لك انا سعيدة، او انا كثير سعيدة. كمان استعمال الكلمات تأكيد بتدعم. بتدعم. فأنا قلت لكم، يعني فرجيتكم أول شيء إنه أنا سعيدة، بس أنا فعليا ماني سعيدة، أنا يمكن حزينة، وأنا سعيدة وأنا صرت سعيدة كثير. هذا كله عن طريق التحكم بالصوت، كيف نطلع الكلام. طب أعطينا مساء الإمارات. مساء الإمارات. مساء الإمارات قوي، ومساء الإمارات بفرحة، بشغف. مرحبا بكم في مساء الإمارات. بشغف رح تشوف إنه نحن رح نشد على الكلمات. مساء الإمارات. أوكي. إذا أنا هي مثلا بدي شد على الكلمات، بدي أعطي، إذا بدي أعطي ضخامة، بدي وطي الطبقة. مساء الإمارات. فأنا هون وطيت، حبيت الصوت، وطيت طبقة الصوت، وطيت طبقة الصوت لحتى أعطي ضخامة وفخامة. لأن لما الصوت بيكون البيتش عالي أو الصوت رفيع ببطل فيه. نسمعها مع ابتسامة عريضة. مساء الإمارات. ما شاء الله عليك. طبعا الابتسامة الطريقة اللي نحن بنطلع فيها صوتنا فيزيولوجي، يعني نحن بنستعمل الخدود، الفم، اللسان، يعني بقى أنا مجرد ما حطيت ابتسامة على وجهي مساء الإمارات، وصار الصوت بطبيعة الحال أنعم، بطل عريض، بطل سيريس، صار لايت، صار خفيف. من أين تأتي طبقة؟ الطبقة تستخدمينها عامة، أفضل مكان لإخراج الصوت. كلنا عنا السويت سبوت، أنا بسميها، يعني كلنا عنا طبقة نحن مرتاحين فيها، نحن بنحب حالنا فيها، نحن متعودين عليها. طبعا هالطبقة ممكن نحن تتغير حسب الموقف، وأوقات لازم تتغير حسب الموقف. يعني أنا إذا شخص هادي مثلا بالأيام العادية وبحكي بطبقة معينة، مثلا هالطبقة، أنا ما رح أقدر أعبر عن انزعاجي كتير مثلا إذا أنا ضليت عم بستعمل هالطبقة. ما في يعبر عن حالة طارئة، مثلا إذا بدي أقول لك إنه انتبه سخن أو انتبه ما توقع مثلا، ما في أقول لك انتبه ما توقع. لأن أنا بكون عم بعطيك رسالة جدا يعني متناقضة صحيح. مع الكلمة اللي أنا بدي أقولها. أنت صوت ما شاء الله صوت داخلي، احنا نسميه صوت من رأس المعدة ما شاء الله. صوت شو؟ من فوق المعدة، من البطن، يعني من البطن. إيه لا أنت صوت ما شاء الله استمرارية الأداء الصوتي اللي عندك ما شاء الله كله يعني خارج من الداخل، غير يعني أصحاب العين فعلا. العاء هذه اللي تخرج من هنا تكون الصوت شوي مزعج فيه. الصوت طبعا في طريقة تنفس، مع تنفس هي ضرورية. الصوت كيف نطلعه هذا الشيء كثير ضروري، لحتى كمان الأحبال الصوتية ما تتعب طبعا. يعني أنا إذا عم بحكي بصوت منه صوتي الطبيعي أو طبقة منه طبقتي الطبيعية، الصوت ما رح يخدمني كثير، رح يتعب ورح نشوف مشاكل لقدام طبعا. زين، هل في مشروبات معينة تنصحينها لنا؟ يعني مرات نحن وايد نتكلم اللي نحن نشربه هذا غلط. أول شيء الكوفي والكابتشينو هذا غلط. في مشروبات معينة للصوت؟ الكوفي لا، الكافيين. أنا على طول بنصح بالمي، بس المي منه حل مبدئي او منه كويك فيكس. يعني انا لازم على طول جسمي يكون بحاله ترطيب دائم، مش الاحبال. يعني المي ما رح توصل للاحبال الصوتيه بشكل مباشر، هي المنطقه المحيطه ولكن بتؤثر بالجسم كله. بقى المي ضروريه جدا طبعا، ما تكون لا كثير بارده ولا تكون سخنه. الكافيين، كل شيء كافينيتد درينكس مثلا مثل الشاي مثل القهوه، هدول كلهم حرمونا من الكوفي. لازم يحرموكم من الكوفي، لازم يعرفوا. المي احلى شيء. التدخين بعد، هل انا لاحظ ان التدخين ياثر؟ كمان ممكن فيه التدخين ذو وجهين، يعطي رخامه قويه جدا للصوت ولكنه يضر على المدى الطويل. زين، يعني معظم المدخنين تجدين عندهم صوت قوي جدا، رخيم جدا، صوت عريض، ولكن يتعب بسرعه. تحديدا الارجيله. الارجيله يعني كثير بشوف، ما نبغى ننصح نحن حد يرجل، ما عم ننصح فيها، بس كثير بشوف رجال. مثلا هذاك النهار شفت حدا قال لي انا من يوم ما وقفت الارجيله راح فخامة صوتي، راحت الفخامة. قلت له الأرجيلة بتعرض الصوت، الدخان بيعرض الصوت، ممكن تزيد خشونة الصوت 100%، ولكن مؤذي على المدى البعيد طبعا للصحة بشكل عام وللصوت تحديدا. لأن الصوت مثل السيارة، يعني نحن بدنا السيارة هي ممكن توقف، ممكن تتعب طبعا. بقى أكيد التدخين لا، كل شيء. يعني حتى إذا أنت مش أنت اللي عم بتدخن، لو أنت كنت بجو تدخين، استنشاق، غبرة، هالقصص كلها بتأثر على الصوت. سكر النبات، سكر النبات، الكاندي بشكل عام، أي شيء نحن بناخده مثلا بونبون أو كاندي أو شيء بيساعد إنه يكون في حالة ترطيب دائمة جوات الفم. هذا الشيء بيساعد إنه ما يكون في كتير كليكس، نحن بنسميهم هدول. طالما انا عم بشرب مي كفايه، بس المي بشربه يعني انت ما تشربوا 3 كاسات مي قبل البرنامج، تشربوها قبل ب3 ساعات. تمام. نحن بنبدا نشرب مي قبل بفتره لحتى جسمنا يضل مرتب، لان كمان الكميه الكبيره من المي لها رد فعل عكسي. فالكاندي بتساعد انه تلطف وتلين. ناخذ اسرار مايا. يلا اسرار مايا قبل الاداء الصوتي. استاذه مايا، يعني في وايد ناس يعني صار بينهم يعني علاقات من الصوت، يعني يقول لك حبيته او حبيتها من صوتها. هذا عميق، يعني شو دلالة هذا الشيء؟ شو بيقولوا لك؟ او حتى اعلاميين بتعشق قبل العين. صح. والاعلام، في اعلاميين يعني نحن تاثرنا فيهم من خلال الراديو، من خلال صوتهم 100%. فشو تشوفينها؟ شو رايك؟ الصوت على طول انا بنسال بالاعلانات، انه انا طبعا لما بنسجل اعلانات، ليش لحتى اختار صوت بالاعلانات؟ انا ليش ما في نزل اعلان مثلا يكون فيديو بس او مع كتابه؟ بقول لهم الصوت طريقه تواصل مباشره، كانكم انتم عم بتمدوا ايدكم للاودينس. بقى الصوت شيء كثير خاص وكثير بيرسونال، والصوت ما بيكذب. يعني أنا ممكن مثلا إذا بدي أنزل إعلان تكون في جملة يمكن ما تنفهم، مشهد ما ينفهم، بس الصوت بيعبر طبعا. بصدق، بيحمل معاني بصدق. وكمان الصوت لحتى ما ننسى في ذوق، يعني في ناس بتستسيغ هيك، بتحب نوعية خامة أصوات معينة، لبحة معينة، ممكن هذا الشيء يلفتها. بس الصوت لأنه بيحمل المشاعر الصادقة بقى مزبوط. بيقولوا لك أنه الأذن بتعشق قبل العين، وأنا من الناس طبعا. وفي ناس سمعيين كتير صحيح. يعني بتكلوا كتير على حاسة السمع، وأنا من هالناس كمان. فمزبوط مثل ما حكيت، وبنكون عم نسمع على الراديو، منحب صوت فلان على الراديو من دون ما نشوفه صح. ولا شعوريا بنبدأ بنرسم صورة صح ببالنا انه هذا الشخص كيف ممكن يكون شكله، بنرسم صوره اوقات بعدين نتفاجئ. قالت نتفاجئ، مرات تكون نفس الصوره مرات العكس. بس اهم شيء النفسيه، لان احنا عم نرسم صوره فعليه انه هذا الشخص طويل عريض مثلا ممكن يكون، وعم نرسم صورة للشخصية. صحيح، من خلال صوتها، من خلال حنان صوتها، من خلال أداء الصوتي فعلا نحن نبدأ نكون ملامحه. إذا الشكل ما تناسق مع رسمنا الخيالي، ولكن ستجدي المضمون عند هذا الشخص. أنت كونت انطباع عن الشخصية، هي موجودة يعني. نعم. هي بتدوم. نعم. الشخص ممكن يعني الشكل ممكن مرة مرتين ثلاثة خلص تتعود إنه خلص هيك شكله وهيك، يعني غير الصورة اللي رسمناها. صح. طبعا، بس الشخصية بتضل الانطباع الأساسي، الشخصية والنفسية. نعم. كمان هذا أهم شيء، وهذا اللي بيضل. نحن يمكن وصلنا لنهاية الفقرة ونبغيك أنت تختمينها. شو رأيك؟ أنا أختمها. يلا نتمنى تاخذين فاصل مثلا. اخذ فاصل او لو تقولين شكرا. لا، نشكر مثلا قناه الظفره، نشكركم على هذه. انا بشكر كثير قناه الظفره على هالاستضافه وعلى هالمقابله الاكثر من رائعه، وعلى هالاستضافه الجميله، وبشكركم انتم. كان حديث شيق زد جدا وعميق، وبتمنى يكون في فائده لكل اللي عم يسمعونا. نعم. وانا انبسطت كثير فيكم. كل الشكر لك، ونحن بعد استانسنا بوجودك. يعطيك الف عافيه. تسلمي. الله يحفظك يا رب. مشاهدينا كل الشكر طبعا للاستاذه مايا صارجي، خبيره تواصل ومدربة إلقاء وأداء صوتي. كل الشكر لها. ونحن ما زلنا مستمرين ويا فقراتنا المتنوعة الليلة، وبننتقل لعالم المواهب المميزة. كون دولة الإمارات مليئة بالعديد من المواهب في كل المجالات، وفي كل يوم نجد في الدولة مواهب تجعل من هذا البلد أجمل. وموهبة اليوم هو الطفل سالم الكعبي، اللي حصل على العديد من الجوائز الهامة على الرغم من صغر سنه. أيضا حصل على المركز الرابع على مستوى إمارة الشارجة في تحدي القراءة العربي، كما فاز أيضا على المراكز 10 الأولى في مبرمجي صندوق الوطن. لكن قبل ما نرحب به، نودع الأستاذة ونأخذكم لهذه المادة ونعود إليكم. طبعا مشاهدينا، لنتعرف اكثر على مواهب الطفل المبرمج، ويانا سالم الكعبي في استوديو مساء الامارات. مساء الخير سالم، شحالك؟ بخير الحمد لله. شكرا لكم في استضافتي في هذا البرنامج. معكم مهندس البرمجيات سالم محمد الكعبي، ابلغ من العمر 12 سنه. ما شاء الله عليك. من الصف السابع نخبه. موهبتي الاساسيه هي البرمجه والتصميم، وايضا لدي مواهب اخرى منها القراءه. نعم. والكتابه والشطرنج. الله يحميك يا رب. ما شاء الله عليك. ربي يحفظك يا رب ان شاء الله. شو عبير اول سؤال؟ شو يبدا بالبرمجه؟ برمجه. كلمنا عن البرمجه، شو سر البرمجه سالم؟ انا بديت البرمجه من عمر 7 سنوات. نعم. في سنه 2017 في مخيم هيئه تنظيم اتصالات. جميل جميل. اهلي اختاروا لي البرمجه كتجربه جديده. نعم. والحين الحمد لله اني انا متعلق بشيء اسمه برمجه، وانا احب شيء اسمه برمجه. وطبعا برمجت هذا الروبوت. ما شاء الله. انه يعمل بالبرمجه، انه يقدر يشتغل بروحه بدون برمجه جهاز، وانه تقدر تبرمجه بجهاز. فاذا بجهاز تقدر تتحكم فيه مثلا بهاتف او جهاز لوحي او كمبيوتر، او عندك انه في الروبوت. انك شو وظيفته هذا؟ انه انه انت تقدر تستخدم فيه كوسيله. تقدر تشغله هني نشوفه ولا لا؟ هو بعد انا بعدني ما خلصته كامل، بس هو يشتغل. أيوة. يعني فهو انا جربت اشغله كم مره واشتغل. ان هذا اللي هو يسوي التشغيل، واذا ضغطت عليه مطول انه هو التشغيل، واذا ضغطه خفيفه يعني سريعه انه هو برمجه. انه مثلا انت تبغى يمشي سيده اكثر من مره. نعم. تضغط سيده 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 انه يوديك سيده. ما شاء الله عليك. ولا كذا. تستفيد منها مثلا في عمليات التصوير، او مثلا يعني اذا في مكان مثلا تبغي تصوره ما تبغي تتواجد في هالمكان، تقدر تحط الكاميرا وتحدد المسافه وتشوفها، صحيح؟ نعم، تقدر تشوف ان انت مثلا اذا كنت تبي تتحكم فيه، انك مثلا تشبكه عليه، انه هو كجهاز بلوتوث. جميل. تشبكه على تطبيق اسمه ميزي، وهو يتحرك كامل بنفسه. إذا أنت بس وتقدر، وبعض يعني يقدر يسوي إن هذا هو الفيس وهذا هو العقل. جميل. وكامل مربوط فيه. ما شاء الله. يعني مثلا من البطارية اللي هو يعمل عليها، ومن المونيترز اللي يتحرك، فهو إذا أول ما يتحرك هذا اللي يتحركون وياه. نفس السيارة تتحرك، إن إذا اللي ورا يتحرك وياه كامل، بس إنه إذا توقف أول كله يتوقف وياه. زين، كم خذيت من الوقت؟ كم خذ تقريبا وياك؟ يعني هو أنت إذا كنت يعني إنك أنت متشوق إنك تسويه، تقدر تخلصه في أسرع وقت تبى، وإنك إذا يعني تبى تسويه وكذا وكذا وكذا، تاخذ بريك عادي، تاخذ مثلا ساعة، أنا خذيت فيه نص ساعة وأقل. ما شاء الله عليك. هذا طبعا لا نبغي نحن نص ساعة هذا بتوفر. يعني أنت المواد ما شاء الله أنت حافظنها، يعني تعرف المواد، لكن إذا تبغي تحضر له، يعني احنا الحين الصيف يا صح؟ وأنتوا الحين إجازة. نبغى سيارة كهربائية أو شمسية. لا مو بشي، لا نحن نبغي نفيد الأطفال أو الصغارية اللي موجودين في البيوت، إنهم يشوفونك كمثال مثلا ويسوون اشياء مثلك، فعلى اساس يسوي هالشيء مثلا ويجمعه مع بعضه، كم ياخذ منه وقت انه يشتري الاغراض ويجهز الاغراض هذه، وعقب يقعد يجمعها؟ انه يعني انا اللي هو الوقت اللي اشتغلت عليه بروحه هذا كامل نص ساعه. نعم. بس انه انت يعني مثلا اذا بتاخذ هذا وهذا وكذا كذا، يعني بياخذ منك اكثر شيء ساعه او ساعتين بعد ما توفر السامان ماله. جميل. طيب، في تطبيق انت صممته صح؟ شو التطبيق اللي صممته؟ اسم التطبيق healthy food. الهيلثي فود طبعا صممناه بتطبيق healthy food.org. هو تطبيق تقدر تستخدمه، انه هو نفس الويب، وفي بعد له ابلكيشن انك تقدر تستخدمه في اي وقت، انك تبدا تصمم. الشيء اللي ما تقدر عليه انك شو فيه، هو توتوريالز. التوتوريالز يعني نقدر يساعدك انك تفهم هذا الشيء، تفهم التطبيق كيف. ولكن انت تقول هيلثي فود يعني الغذاء الصحي. نعم. فهل انت تضع مثلا الاكل، او ان تعبي بيانات خاصه فيك ويعطيك هو الاكل اللي المفروض تاكله؟ لا، شوف انه الحين مثلا في اكل، مثلا عندك الموز، نحن حطينا مثالين صغيرين، يعني مثلا عندك الموز والاكلات السريعه. جميل. انك اذا خذيت الموز يعطيك 100 نقطه زياده. جميل. وناقص 50 نقطه يعني اذا كلت اكل مو بصحي. وهي ان لعبه تنافسيه، مو بس لشخص واحد، شخصين تقدر تستخدمهم. جميل. فهو انت هم مسوينه بطريقه انه يساعدك ان انت تحاول تختار الشيء الصحي على سبيل انك تستفيد، ويحفز نفس الوقت، يعطيهم نقاط. جميل. صح. سالم، انت ما شاء الله عليك بعد شاركت في القراءه والكتابه صح؟ نعم. شو تحب تقرا؟ انا احب في المغامرات وروايات يعني. متى بديت؟ وانا عندي مكتبه خاصه بنفسي، انا احب اجمع فيها الكتب. ما شاء الله عليك. تقرا مجلات ماجد ولا لا؟ هي اقرا. زين. شو اكثر شيء فيه؟ انا كنت احب فضولي صغار مجله ماجد، كنت تدورين فضولي. موزه شو؟ موزه الحبوبه. انا كنت ادور فضولي. انت شاركت بعد في تحدي القراءه صح؟ وفزت بالمركز الرابع ما شاء الله. فزت بالمركز الرابع على مستوى الشرقه في سنه 2018 ولله الحمد. انا الحين احاول اني اوصل للمركز الاول على مستوى الوطن العربي. هذا كان تحدي لك ولا كان مغامره؟ هو الاثنين، انه مغامره وتحدي. جميل. في البدايه التحدي اللي كان انه شو في كتابه 50 قصه، والمغامره في الحكام. ما شاء الله. 50 قصه، كتب قصه. نعم. وبعد اكثر من 50. انا ما كتبت، لخصت، هو تلخص كل سنه. انا شاركت من سنه 2018 ما شاء الله عليك الى سنه 2022. ما شاء الله. هالسنه الحمد لله شاركت مع مدرسه القدوه. نعم. الحمد لله. وانا كتبت قصتين اللي هي التمساح زعزوع وخطة الدموع صح؟ نعم. وقصة صندوق جدي الغامض. وراونا اياها. نشوف زعزوع هذه أقلام المستقبل. شو قصته هذا؟ هذا كتاب من أطفال، نحن كتبناه. أكثر من طفل كتب، أن نحن كتبنا في يعني مثلا أطفال كاتبين. كتابات الأطفال. كتابات الأطفال كل واحد صح. فأنت مثلا تقدر إنك تبحث، إنك تقدر. أعطينا قصة شيء صغيرة مختصرة تقراها لنا على السريع. تقراها تسوي أداء بعد؟ مع يوم أداء. يوم تقرأ مع أداء شيء معين، يوم تقرأ حق أحد؟ عادي. يلا عطنا واحدة. أيوة. يلا. التمساح زعزوع وخطة الدموع. زعزوع تمساح أخضر ذو عينين واسعتين وأسنان حادة وذيل طويل، يتميز بأنه يحب السباحة واستكشاف كل ما حوله. ذات يوم قالت له أمه: هيا يا زعزوع لنذهب للسوق، فنحن نحتاج إلى بعض الملابس لأن الطقس بارد جدا. فرح زعزوع وقال: أنا جاهز يا أمي، كم أعشق التسوق وامتلاك أشياء جديدة. جميل. وانطلقا مسرعين إلى السوق، وهناك انبهر زعزوع بأجمل الألعاب والحلويات، فقال لأمه: يا أمي أمي أمي، أريد هذه اللعبة المدهشة، إنها تعجبني، انظري ما أجملها، وأيضا هذه الكعكة اللذيذة، إن رائحتها تجذبني. ردت عليه أمه بهدوء: أعتذر منك يا صديقي، لأننا لا نملك نقودا تكفي لشراء شيء آخر غير الملابس التي نحتاجها، وإذا اشتريت لك لعبة وعلكة سنبقى بلا ملابس دافئة. جميل. علكة عجبتني يا رجال. شو كم قال لك؟ يعطيك العافية ما شاء الله عليك. يعني أنت الآن مبرمج. الكتاب اللي هو أصوات المستقبل، إنه أصوات. في إن نحن اللي في صندوق جدي الغامض. نعم. ومنه في أسماء الكتاب، مثلا منه موجود اسمي ومنه ما شاء الله في أسامي يعني. ما شاء الله عليك. طبعا أول شيء نشكر أهلك يعني. هي طبعا نشكرك أنت على يعني على عملك هذا. سالم، ونشكر أهلك اللي وقفوا وراك واللي ساعدوك. وسالم خليك ويانا. شو تدور شيء؟ تبغى تقول شيء؟ شو تدور؟ القصة في اللي هي القصة اللي يدور على التمساح زعزوع شكله. لا احنا زعزوع ندور صندوق جدي الغامض. جميل. نعم. طيب نحن اكيد بناخذها مره ثانيه صندوق جدي الغامض، لكن نحن نشكرك طبعا على تواجدك اليوم، نتمنى لك التوفيق، ونتمنى لك اللي انت قلته ان انت من المركز الرابع تبحث الان عن مغامره وتحدي جديد، وهو المركز الاول، وان شاء الله تحققه في القريب العاجل، وتفرح والديك اللي وقفوا وياك واللي ساعدوك واللي علموك واللي خلوك تكون بهذه الشاكله من ابناء الامارات، يعني ان شاء الله لهم مستقبل جميل. يعني اطفال المستقبل. نعم. انا متفائله فيه ان شاء الله، يعني يطلع مهندس سيارات ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. نشوفك ان شاء الله. شكرا يا سالم، ربي يحفظك يا رب. مشاهدينا كل الشكر للطفل سالم الكعبي الموهوب المبرمج، شكرا جزيلا. فاصل ونعود. مساء الخير مشاهدينا من جديد. طبعا وصلنا لأحلى فقرة اليوم اللي هي اهتمام الكثير من الأشخاص بمتابعة أحدث صيحات الموضة في الديكور، حيث مع قدوم عام جديد يظهر أنواع وأشكال جديدة في عالم الديكور، لكن لا يمكن للجميع أن يقوم بتغيير ديكور المنزل كل عام. شو رأيك عبد الله؟ أنت تسوينا كل عام؟ لا ما أسويها. مشاهدينا أكيد الإلمام بالديكور الجديد يساعد في تجديد عدة أشياء تكسر حالة الملل في البيت، لذلك نحب نأخذكم في جولة سريعة للتعرف على صيحات حديثة ومبتكرة في الديكورات مع ضيفتنا المهندسة وأيضا التصميم الداخلي والخارجي الأستاذة سارة المعصراني. نرحب فيها في الاستوديو. والأستاذة سارة المعصراني هي مهندسة تصميم داخلي وخارجي، مديرة قسم التصميم في شركة لاكجري كرييتيف ديزاين. حياك الله. أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا ومرحبا بك ومساء ورد. طبعا نحن تحت الهواء كنا نتحدث عن أن الصيف له معايير خاصة. صحيح ولا لا؟ فنحن ناخذ شوية لمحة عن الصيف شو الدنيا، بعدين نشوف نتحدث عن الأخطاء اللي تحصل في التصاميم. أكيد. هلا بشكل عام بالصيف نحن ممكن ندخل كثير تفاصيل على التصاميم الداخلية والخارجية، خاصة مرحلة ممكن ندخل الانترتينمنت على المنازل في الداخل والخارج. ممكن ندخل مثلا ملاعب خارجية، ممكن ندخل المسابح اللي هي موجودة مسبقا. نعم. لكن ممكن دخلنا لشيء من السيفتي، بكبسة زر ممكن نسكر المسبح يصير كتير آمن، يصير أرضية مثل أرضية الحديقة الخارجية. وطبعا دخلنا ممكن ملاعب خارجية، ممكن باسكتبول، تنس، على حسب المتطلبات. هذه بالنسبة للحدائق. للحدائق. نعم. الخارجية كونه في الصيف جدا مهم أنه نستغل مرحلة الصيف، خاصة هلأ عطل فبنستغلها بطريقة كتير ذكية، وممكن نستمتع في البيت بدل ما نطلع برا وما نلاقي المتعة الخارجية. نعم. وطبعا في المسابح حتى دخلنا أنه نحن نبرد المي، فصارت عنا شغله ممتعه انه نحن خاصه في جو الصيف هون عنا انه نبرد المي، فهون صار شيء ممتع نستغل المسبح كل فترة السنة. طبعا طبعا جميل صحيح جميل. إذا خلينا نتكلم من ناحية الألوان، يعني بما أن احنا دخلنا يعني نحن في 2022، شو الألوان السائدة في للديكور خلال فترة الصيف؟ أكيد هلا في صيف 2022 هلا دخل عنا كل تدرجات الأخضر وكل تدرجات الأزرق. التدرجات الأخضر والأزرق، الأخضر رقم واحد، ممكن طبعا عم ندخلهم بشكل عام بشركتنا، عم ندخلهم إن كان على الأرضيات بالرخام أو حتى ممكن كوشن على السوفا، بطريقة إنه نحن ممكن ما نغير كل ديكور البيت، في حال كان البيت فقط رينوفيشن ممكن ندخله على الستاير، وطبعا في حال ابتدينا في التصميم من البداية فممكن يكون هون عندنا مجال أكبر إنه نحن ممكن ندخله على السوفا من البداية، كل الفابريك تبعها الأقمشة يكون فيها أخضر بسيط رايق أو أزرق، حتى طبعا على حسب المتطلب من العميل، إن حاب ممكن يكونوا يحبوا أزرق أو ممكن يحبوا أخضر أكثر. بس هاي الدرجات الحلاوة فيها إنه كتير جاية من الطبيعة، فبتعطي الأريحية وبتعطي وسع للبيت كتير كبير. فعم ندخلها في الجدران، ممكن في غرف النوم، بتعطي أريحية كتير كبيرة. مثل هلا عندك حضرتكم في موجود اوريدي إضاءة باللون الأخضر على الجدران، فبتعطي كتير جمالية للمكان. طيب أنت، أنا كنت أبغي أسأل فعليا عن الجدران، هل الجدران أيضا تأتي تحت مظلة الصبغة الكاملة مثلا اللون كامل، أو في ممكن يكون هناك تدرج في الألوان في الجدران داخل الغرفة؟ هلا طبعا على حسب المتطلبات، على حسب مساحة المكان، ممكن المساحة صغيرة ما بتتحمل إنه نحن ندخل درجات كثيرة مشان ما نعطيها تعجيق في المكان. ممكن نعطيها درجة لون واحد أو ممكن درجتين، بس يكونوا في التون الخفيف كثير، ما يطلع في التون الغامق للون. طبعا ممكن حتى نحن ندخلها فقط على البوردرز على الجدران. ممكن ندخلها في جدار واحد والجدران الثانية تكون على الأبيض مثلا أو أوفسايد أو على رسمة، فممكن ندخلها في إن كان بجزء بسيط أو إن كان بجزء كبير. بس إذا كانت في الجزء الكبير لازم تكون على حسب المساحات، نعتمد درجة اللون تكون على حسب المساحة. في حال إذا كانت كبيرة المساحة ممكن ندخل تون غامق للون. صحيح. أستاذة سارة، خلينا نتكلم بالنسبة للتصاميم الحديثة والكلاسيكية، المودرن والكلاسيك. صحيح. خلال 2022 شو التغييرات اللي صارت؟ هلا بشكل عام الكلاسيكي هو كلاسيكي ورويال كل الوقت. صح. والمودرن هلا صار عم يتدخل فيه تاتش كثير حلوه لحتى تعطيه هي الفخامه. الكلاسيكي هو هيدا مثل ما هو، ممكن ندخله تاتش صغيره، دخلنا له على ممكن بوردرز، ندخل جلاس على الجدران، صار ممكن ندخل على المودرن ستايل ممكن ندخله بعض التفاصيل اللي هي موجوده بالميرورز على الجدران، ممكن ندخل شيء من الأرضيات فيها وسع، تعطي ألوان فاتحة تعطيني وسع للمكان. طبعا على حسب الانكوايري من كل عميل ممكن ندخل أكثر من لون في الحديث. الستايل الكلاسيكي على الشاشة. صحيح. هلا هون مثل ما شايفين مختارين الأكسسوارز اللي هي الفيزز رايحة على اللون الأزرق أكثر. كيف هون دخلناها فقط في الأكسسوري الألوان الرائجة، ما دخلنا وايد تلعب دور في تغيير الديكور يعني بطريقة كبيرة. صحيح. هون دخلناها فقط على الاكسسوري لحتى تعطي رقي للمكان، وبنفس الوقت خلينا اللون البيج اللي هو الهادي اللي بيزبط على كل الستايلات ان كان كلاسيكي او ان كان مودرن. نعم. طب الان في دوله الامارات عامه، ماذا حدث في هذا الصيف او ماذا سيحدث في هذا الصيف اكثر المتطلبات للبيوت الاماراتيه؟ بشكل عام راحوا كل، ممكن فينا نقول انقسمت السوق، ان كان اللي يحب الكلاسيك ضل يحب الكلاسيك، لكن ممكن ندخل له تاتش من المودرن عليه. نعم. ممكن ندخل مرايا على الجدران، حتى الأرضيات ممكن أن ندخلها تاتش من البوردرز اللي تابعة للمودرن ممكن. نعم. نعمل دمج البسيط بيناتهم لحتى يعطي شيء جديد. فممكن هلا عندنا مثلا دخلنا ورق الجدران مثلا في الصالات، في حسب الستايل اللي هو مطلوب. وطبعا عندك في المودرن ممكن دخلنا أكثر شيء صيحات الموضة بشكل عام، دخلت فيها الأشكال الهندسية الدائرية. كانت رايحة كل الستايلات على الخطوط المستقيمة. نعم. حاليا انتقلت الستايلات بشكل عام على الخطوط الدائرية. نعم. صارت عنا السوفا ممكن ندخلها على خطوط دائرية تعطيني شكل السيركل، الكراسي كلها صارت تعطي شيب السيركل. طب في أسباب لأنه يتحول بهذه الطريقة أو أحس يعني الدائرية أفخم؟ بس لا فعليا. صحيح. يعني كيف يطلع هذا الشيء ترند انا بسميه مثلا اول. هلا ممكن هي بشكل عام كانت اوريدي المساحات نستغلها بشكل خطي طولي اكثر، متوازي. نعم متوازي اكثر، فنحن كرمال نستغل المساحه بشكل اكبر ما يضيع عندنا مساحات كبيره، خاصه خاصه ممكن يكون عندنا مجلس، صاله كبيره، صح. فممكن نحن بدنا نستغل كرسي اكثر، فممكن ناخذ السيركل تبع الزوايا بطريقه انه نحن نستغل المساحه، ما انه نخليها هيك ستريت لاينز بتموت عنا الزوايا بشكل. خلينا نتكلم إنزين عن التكنولوجيا، يعني بما أننا الحين بإمكاننا نحن نستخدم التكنولوجيا في التصاميم الجديدة، كلمينا عن التكنولوجيا. أكيد هلا التكنولوجيا بشكل عام هي خلال العصور القديمة كلها بلشت تتطور شوي شوي، خلينا نقول خلال 20 السنة الماضية، لكن خلال سنة 2022 دخلت بصراحة صار الناس تطلبها أكثر لحتى تسهل الحياة، لحتى تعطينا أريحية لحياتنا أكثر. كان العميل قبل إنه يقول لا أنا مني بحاجة لأني أدخل البيت الذكي، ممكن ما في داعي له، لكن هي في مع مرور الوقت وصلنا لهي السنة صارت هي جزء لا يتجزأ من كل بيت، إنه نحن نقدر نتحكم في الإضاءة، درجة السطوع مثلا، أنا ممكن بأوقات معينة أنا في الليل ما بحب درجة السطوع تكون 100% لحتى ممكن الرياحة، لحتى نجهز الأولاد صح. للنوم، فممكن نقدر نتحكم بدرجة السطوع، أو حتى ممكن للتوفير لحتى نحن مو كل الوقت نحن الإضاءة بحاجتها مشغلينها بس بطريقة أنه تكون مريحة للبيت، لكن نحن ممكن نعطي درجة سطوع مريحة لحتى نتحرك داخل البيت. وطبعا فينا ممكن نتحكم بالكاميرات، نشوف الأطفال بأي وقت، ممكن نكون في العمل. فطبيعة الحياة العملية الإماراتية أنه أغلب الأهل صاروا صح بيعملوا صح، فدخلناها في فصاروا يتطلبوها، لأنه ممكن الأطفال يوصلوا من المدرسة هم حابين يطمنوا عليهم شو بيسووا، إن شاء الله وضعهم يكون في رقابة عليهم، يكون رقابة من خلال الكاميرات. فهون الأهل كتير اتطلب هذا الموضوع من داخل البيت، في الحديقة، حتى في الخارج صح. فدخلنا الكاميرات، دخلنا كل شيء، سنسرز، ممكن الأطفال يصحوا في الليل فسنسر يشغلهم الضوء هم رايحين كوريدور ماشيين، فيكون مريح لهم، فصارت فعلا جزء لا يتجزأ من حياتنا. هذا حتى وإذا كنت برا البيت تبين تتأكدين من الأضواء صحيح، ممكن تسكري الإضاءة، تتحكم في الموضوع، تفتحي الستاير حتى صح. أحيانا ممكن خارج البلد حضرتك ممكن تشغلي التكييف لحتى أنت تخلي درجة حرارة البيت ملائمة لحتى ما يصير فيه مشاكل، مع إن كان فيه جيبس، أصباغ، فممكن نتحكم بدرجة الحرارة في حال ارتفعت نقصت، فممكن نتحكم بكل المنزل. وهذا التحكم من الخارج أيضا الآن أصبح تحول ذكي، والتحكم ذكي ممكن أنك تضعين نظام معين وتستخدمين اللي هو الآي أو تي، اللي هو إنترنت الأشياء، هو تعامل بين كافة الأجهزة اللي في المنزل صح. على نظام وتقدرينه ويبدأ ياخذ القرارات. فنحن الحمد لله في تطور كبير يعني فعلا. فهاي الأمور فعلا. تحصل بشكل طيب. الآن نأتي للسؤال اللي دائما نسأله للمصممين، النصائح، لا مش النصائح، قبل النصائح العميل وما أدراك ما العميل. العميل طبعا الآن مطلع، وعندما يدعو مثلا شركة تصميم أو غيرها يدعوها وهو يدري وهو يعلم ماذا يريد صحيح. ومختار كل شيء، فبالتالي تكون المسألة صعبة جدا على المصمم. كيف تتعاملون مع هذا الأمر، أو كيف تحولون التوجه من أن هذا الشيء لا يصلح لهذا المكان ونحن نرى أن هذا التصميم هو ما يناسبك وهو فعلا للأفضل لك؟ عميل، هو عميل العنيد نسميه العميل. هلا هي في واقع أحيانا ممكن يتطلب المكان مثلا يتطلبوا كلاسيك ديزاين لمساحات ضيقة نعم. فنحن ممكن يشوف العميل التصميم على مساحات ضيقة على حسب هو ما يطلب، لكن هو بنشرح نحن وجهة نظرنا أنه كمصمم نحن ممكن الكلاسيك ديزاين لمساحات ضيقة لازم يكون بطريقة جدا خفيفة صحيح. ما يكون بتعقيدات كثيرة، ديزاين كتير على الجيبس، ألوان غامقة حتى لمساحات ضيقة، فممكن العميل يصر أنه هو حابب مثلا تفاصيل كتيرة، فنحن ممكن نسويها على اللي هو الستايل اللي حابه، مثلا على الجدران لكن نخفف الأرضيات، نحاول قدر الإمكان ننسق بين طلبات العميل وبين الستايل يضله حلو بنفس نعم. الوقت، لأنه إذا في حال حطينا كل شيء ممكن كومبليكيتد، معقد، فيه تفاصيل كتيرة، فبتصير الصالة ولا غرفة المعيشة غير مريحة طبعا صحيح. فنحن كمصمم هون الفكرة أنه نحن ندرس هو الستايل اللي هو حابه ونطبقه فعلا على الواقع، لكن بتاتش من اللي نحن بنشوفه كيف مناسب لهم أكثر نعم. نعم. أستاذة سارة المعصراني، مهندسة تصميم داخلي وخارجي، كل الشكر لك على المعلومات اللي قدمتيها لنا، ويعطيك العافية، نورتينا في مساء الإمارات. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لك. مشاهدينا كل الشكر طبعا للمصممة الأستاذة طبعا سارة المعصراني. والآن من الديكور ناخذكم وللثقافة تحديدا في العراق الشقيق، حيث يشهد شارع المتنبي في العاصمة العراقية بغداد منذ أيام نشاط ثقافي وترفيهي يتضمن العديد من الفعاليات اللي تلاقي إقبال كبير من العراقيين واللي يقضون ساعات طويلة في هذا الشارع لحضور الندوات الشعرية والفعاليات المتنوعة. هذا اللي بنشوفه نحن في هذا التقرير من مراسلنا في العراق الأستاذ صقر منذر. هناك الكثير من الفنانين والناس المثقفين اللي يجون كثير من بغداد ومن اربيل ومن توك ومن جميع انحاء العراق الى الشارع المتنبي، الشارع اللي يعتبر المنفذ الرئيسي للم الثقافه الفنيه اللي تلقى بها موجود الفنان والنحات والرسام والمثقف والانسان الواعي واللي يحب يطلع على الكتب اللي موجودة بشارع المتنبي. أقول ليلة حلوة بها الغنى يا حلالي، منظر لطيف شقد حلو وجوه القبال. وبهذا الشارع الجيد، شارع اللي يحتضن كل الشعراء، المعلقين، الصحفيين، الناس المثقفين، وهي الطابعات الحلوة. وأنقلكم إلى جو الشعر وأنقل هذه الأبيات الشعرية للغزل، وأقول أحبك وأرد أشوفك كل مساء ومصباح، أريد أقضي العمر وياك بالأفراح، من تزعل علي أحبك أكثر وأرتاح، هلال العيد جنة ولاح، شنها الفوق صدرك تين لو تفاح، تعال اقعد خلي نتفاهم بدون صياح، مو ندري الهوى فضاح وعيونك الخط ما يفيد سلاح، شري جوص ضحكتك خمره بالاقداح، اتمنى تصير انت الطير واني الك جناح، شد اقول لك لو قلت لك انا احبك انا ودك انا ضحى الروح لاجلك، اذا اردت اجمع حصل الجمع انت، واذا طرحت الباقي انت، واذا قسمت حصل القسم انت، واذا ضربت الناتج انت، واذا قسمت حصل القسم انت، اذا انت كل شيء. طبعا احنا بشارع المتنبي، شارع المتنبي شارع ثقافي، شارع يرتاده الكثير من الناس وكثير من العوائل، الاجواء تصير خياليه، فشي كلش حلو خاصه بالليل. بالنهار اكثر شيء يجون الكبار، نقول كبار السن، بس بالليل لا، يجون العوائل، يجون شبابنا الحلوين، ويا رب يعم الامن والامان على شعبنا العراقي. أنا اليوم جيت لشارع المتنبي حتى أشوف هذا الشارع الجميل، الشارع اللي الكل يحكي عنه بثقافته، بالشوارع الجديدة اللي بالأماكن بالأشياء. وجيت وأكيد أول شيء أختار كتاب، وثاني شيء أشوف هاي الناس الجميلة والناس اللي تشتغل، وكلش فرحانة بالإمكانيات اللي عند شبابنا وبالأشياء الحلوة اللي شفناها بهذا الشارع. طبعاً إحنا اليوم جينا إلى شارع المتنبي، شارع الرواد إن شاء الله، رابطة الشعراء أيضاً، أجواء ترفيهية. شارع المتنبي يعتبر من المكان الترفيهي للعوائل العراقية، تمام، والشاب العراقي كذلك. نحاول نقدم كتوعية إن شاء الله، نحاول نوصل فكرة ثقافية للمجتمع العراقي حتى العالم من ينظر إلى نظرة فكر ومحبة واحترام. وصلنا مشاهدينا لآخر فقراتنا لليلة اللي ترتبط بصحة أجسامنا، ونقاشنا راح يدور عن حول آلية ممارسة التمارين الرياضية، لأن يسعى الكثير من الرجال والنساء إلى ممارسة الرياضة بغرض إنقاص أوزانهم وكسب مزيد من الكتلة العضلية، لكن البعض منهم يبقون عرضة للقيام بأمور خاطئة يمكن أن تؤثر على النتائج اللي يطمحون للوصول إليها. طبعا بنتعرف على بعض الأخطاء اللي نقوم بها في الصالات الرياضية نضيع فيها مجهودنا مع ضيفنا مدرب اللياقة البدنية حمد السويدي. أهلا ومرحبا بك في مساء الإمارات وحياك الله ويانا. الله يحييكم واشكركم على الدعوه اللي زيرتوني اياها هني. الله يحفظك يا رب يا حمد. حمد طبعا نحن يوم نتكلم عن الرياضه نتكلم عن شيء جدا مهم، المفروض انه يكون جزء لا يتجزأ من حياتنا، يعني على الاقل نحن نعرف ان الواحد لابد انه يمشي او يسوي رياضه مده 45 دقيقه الى ساعه تقريبا صح. ولكن اول ما يندمج في الرياضه تبدا الاخطاء، يخرج من عالم ان انا ابغي انزل الوزن، احسن من جسمي، يبدا الاخطاء هنا انا بطلع عضلات، ابغي اطلع يعني اشياء غريبه. فاكثر الاخطاء اللي انت خلال ممارستك لتدريب اشخاص او تعليمهم اليه الاداء، شو اللي تحصله فيهم من اخطاء؟ الاخطاء اللي منتشره اكثر شيء في الرياضه اللي يدشون وما يشوفون النتائج، كلها تعتمد على السعرات، ما ينظم اكله، ما ينظم وقت رقاده، ولا وايد اشياء يقدر ينظمها في حياته. ويتمرن ايضا بشكل عشوائي، ما يكون عنده جدول، ما عنده هدف، ماشي جدول معين وكل يوم يخترع لك شيء جديد. لازم يختار له مدرب ولا عادي؟ يختار له مدرب ولا ينظم روحه، يقدر ينظم جدوله الخاص من ناحيه السعرات كل شيء. يعني ما في بطل من اول يوم. لا لا ماشي، حتى من اول شهر ماشي، اللي هو اول يوم وعقب انتم يعني يطالع عبره استمراريه وجهد والتزام. اكيد في وايد مؤثرات منها مثل اليوتيوب والسوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي، شفت ان الناس وايد متاثرين بيها، ويجيك يقول لك مثلا كابتن حمد تعال شوف هذا التمرين ايش رايك فيه؟ شو يسوي يومه يعني؟ هالتمارين اللي منتشره مثلا في الفيديوهات من ناس معينه ولا ناس معروفه ولا من هالكلام، يقدر يساعد هالشيء في التمرين، لان التمارين ما في شيء معين صح. ما في شيء مثلا تمرين معين يقول بيطلع لي هالعضله ولا تمرين معين، كل شيء يستوي، كل شيء يشتغل صح. زين هل في فرق يعني بين النوادي لانقاص الوزن والنوادي اللي تزيد الكتله؟ هو يعتمد على هدف الشخص اللي يبغى ينقص الوزن. اول شيء مثلا السعرات الحراريه اليوميه تكون 2000، ياخذ اقل عنها، اللي ب 500 ولا 600 ياخذ اقل وبيكون هدفه نزول وزن. نعم. واللي يبغى يبني عضل ولا يبغى يضخم يزيد على سعراته 500 400 كذي. طبعا حسب هيكله الجسم وحسب هو فعلا المجهود او العمليه الحرق اللي عند الشخص، هذا تختلف من شخص لاخر هي. وبالتالي يتم تحديدها من قبل نيوتريشن او منكم انتم كمدربين تساعدون من النيوتريشن، ولا هو يقدر هو يعرف يعني في يعرف ناس نفسه. هي يعرف نفسه ان في ناس لو شو ما يسوون ما يمتنون، فهاي لازم يزيدون وايد في السعرات، وايد تمارين، مو بان يكسرون زيادة العضل يعني. لان المعروف ان الواحد يوم يتمرن الالياف تبدا تتقطع اللي في جسمه طبعا، فينبني مكانها عضل، التمزقات تتحول الى عضلات. نعم. وهاي اكثر شيء يتم على الاسترتش طبعا، طبيعي اول فتره وايد الشخص يعني. طيب ماذا عن التمارين اللي هي تحصلها تمارين قويه جدا؟ في 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 يعني بعض الشباب يبدا يشوف مثلا علي بطل حلو، عنده ما شاء الله اكتاف ضخمه زين، حسن ولا يزعل المخرج، ولا يزعل مخرجنا حسن ترى بعد. فمثلا حسن كتفه عود، يعني في بلك عضلات ضخمه، فيسوي التمرين بطريقه اداء بسيط ولكن هو مستفيد، جالس هو فقط يعمل على الدوره الدمويه داخل هذه العضله انها تستمر، فهاي العضله يحافظ عليها، ويسوي نفس التمرين باوزان كبيره، وبالتالي هنا تي التمزقات. هذول شو نقول لهم؟ شو المفروض نسوي لهم؟ هو اذا بترمس على العضل المنتفخ اللي عنده، هو دوم اصلا في انك تبني جسمك لازم توصل العضله لمرحله انها تفشل. نعم. انك ما تروم حتى كيلو واحد ترفعه، تقدر ترفعه صحيح. هذا يسبب في بناء العضل، بس اللي يشلون اوزان بزياده مقدوره هذا طبعا. هو يوصل الهدف انه نعم. تفشل العضله حتى بوزن عالي. لا قصدي الشخص اللي توه مبتدي ويسوي تمرين واحد صار له 5 سنوات صح يتمرن هو، هذا مش تمزقات تصير له، هذا يقول له يعني هو يعتمد اذا وزن خفيف يقدر. في ناس ما شاء الله عليهم من يدشون الجيم يشيلون اوزان ولا واحد يتمرن من سنه صح. وراثيه هاي، وراثي نفس ما تقول الاعصاب عنده شويه. زين بعد لما نمارس الرياضه ليش نحس بالتعب أو بالشعور بالعطش، مرات حتى نشعر بالصداع، شو الأسباب؟ ها شيء طبيعي، لأن العضلة تتكون من مثلا من الدهون ومن الماء ومن الألياف، فبما أنك أنت تحركين العضلة هالأشياء كلها تنقص عندك. بس طبيعي يعني، هي طبيعي طبيعي هالشيء. في ناس ما نوقف يعني نستمر، هي استمروا. هو في شيء اسمه ريكفري، يعني في وقت راحه للعضله. صح. تاخذين يعني لازم العضله مثلا يقول لك مثلا اكيد على كلامي صحيح طبعا. هو الريكفري يكون عندك وايد طرق، سواء تجلس في ماي البارد اللي يحطوا لك في شيء ثلج هي طرق الاستشفاء يعني. نعم. هي والرقاد اهم شيء طبعا، والسونا والتان ها كله يعتبر من الريكفري. نعم. ولكن عامه العضله اللي تمرن العضله انت مثلا في الاسبوع مرتين، يعني كل 3 أيام تعطيها فتره استشفاء، وفي نفس الوقت تعطيها زخم ان ما ترقد مره. هو تتنظم ترى جدولك انك يوم بتلعب العضله مرتين، ان يوم اللي عقبه هالعضله ما تشغلها اللي انت شغلتها قبل. نعم. لان لازم ريكفري. زين اذا انت اثناء ممارسه الرياضه كل شويه تعطش وتشرب ماي، كل شويه تشرب ماي عادي ولا طبيعي؟ لا. هذا بالعكس هذا صحي. واذا شعور الجوع يعني بعد ممارسه الرياضه يعان تاكل على طول؟ لا مش تاكل على طول، لا ما يعطيش تاكلين بس عقب التمرين مباشره. هي قصده مثلا الحين انت دخلت التمرين، ففي بروتوكول او في طريقه معينه اتمرنت، عقب التمرين واحد راح اعطاها عيش ولحم بالعكس هو تاكل عقب التمرين، ولا انت اصلا عندك 24 ساعه مثلا اذا انت عندك هدف معين تقسم سعراتك الحراريه اليوميه. جميل. بس يفضل انك تخلي اكثر عقب التمرين لانك هالفتره بتيوع وايد. طيب. ففي ناس مثلا اللي يسيرون الجيم ويقولون نحن وزننا جالس يزيد، لانهم ياكلون وايد وعقب التمرين يزيدون على السعرات. طب العمر يختلف من بين شخص والثاني، وهل في العمر مثلا اللي يعدي ال 35 او اللي يعدي ال 40 يبدا يحتاج انه ياخذ بعض السبلمنت اللي هي معززات اللي هي مزودات الطاقه ومعالجه العضلات والاوتار والعظام؟ السبلمنت ما اتوقع انه شيء عمر معين، لان السبلمنت عباره عن البروتين ولا كارب ولا البي سي، وهذا كله موجود في اكلك اصلا اليومي يعني. وبس العمر اللي يفرق بالتمرين ان الهرمون، في هرمون التستوستيرون اللي هو مال الرجال. نعم. هذا الشيء يبدا ينخفض في كبر السن، فهذا شيء ياثر على. في اي عمر تقريبا؟ تقريبا من 40 بالاربعينات يبدا وعند النساء. عند النساء لا ما عندهم هذا الهرمون، وعندهم نسبة قليلة من هذا الهرمون. نعم في عندهم هرمون. طيب الان بما ان احنا نتكلم عن الرياضه، اكيد انت متابع لكمال الاجسام. شو رايك، ما زال روني كولمان هو الاسطوره، ولا ممكن بطلنا المصري بيجرامي ممكن يحقق يعني شيء جديد؟ كلهم ابطال لان بعد مخه موجود وشغال طبعا، فعندهم التمارين، يعرفون الاساليب، يعرفون كل شيء، يعرفون كيف يشوفون جسم الانسان، يعرفون هذا شو كل شيء اكيد. طبعا. طيب هل تحب تقول كلمه للشباب او للكبار بالنسبه للرياضه؟ اتمنى ان كلهم يسيرون الجيم ويسوون رياضه، وما نبى سوالف الممشى نبى حديد حتى الاوزان خفيفه. ما شاء الله عليه حمد، يعني هو في هذا المجال وفي سن صغيره يعني يعطيه العافيه. هذه كوميتمنت احنا نسميه التزام، والالتزام تحول الى مدرب، وايضا المدرب الان تحول الى مساعد لكثير من الناس انهم يحفزهم بانهم يطورون من حياتهم. شكرا لك يا حمد. الله يحفظك، يعطيك العافيه حمد، ونتمنى لك التوفيق دائما. شكرا لك. اجمعين ان شاء الله. مشاهدينا كل الشكر طبعا لمدرب اللياقه البدنيه حمد السويدي، كان معنا في هذه الفقرة، وشكرا لكم للمتابعة. نشوفكم على خير في أمان الرحمن، نشوفكم باكر إن شاء الله في داعة الله.